بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني من محاضرة الدايبيتس. معاكم برضو إن شاء الله الدكتورة نهى عباس طلب، أسيستنت بروفيسور كلينيكال فارماكولوجي، معاكم في جامعة الزقازيق إن شاء الله. طيب دلوقتي احنا هنتكلم عن السكند بارت اوف دايبيتس ميليتس ليكتشر. احنا اتكلمنا عن الجزء الاولاني اللي كنا بنتكلم فيه عن تايب 1 دايبيتس والتريتمنت بتاعه، وعرفنا ان التريتمنت بتاعه مينلي انسولين، ده مانداتوري، العيان ده مش هيعيش لو ما خدش الانسولين. ودلوقتي بنتكلم بقى عن تريتمنت اوف تايب 2 دايبيتس. كانوا زمان بيسموها اورال انتي دايبيتيك دراجز، دلوقتي ما بنقيناش نحب التسميه دي قوي، لان كان كل الادويه القديمه زمان اورال بس. دلوقتي في حاجات كتير بتعالج تايب 2 بالانجكشن، فالتسميه دي ما عادتش مفضله قوي. طيب كانوا برضو فتره سموها هايبوجلايسيميك دراجز، ولكن تراجعوا عن هذا الاسم عشان زي ما احنا هنشوف مش كلهم بيعملوا هايبوجلايسيميا، مش كلهم الميكانيزم بتاعهم ريليز اوف انسولين. احنا اتفقنا من المره اللي فاتت ان كل ما هو ريليز للانسولين هو اللي هيعمل لي الايه، الهايبوجلايسيميا. طيب العلماء لما شافوا ان الديفكت في التايب 2 دايابيتس هو حاجه من ثلاثه، يا اما انسولين ريزيستنس، بمعنى زي ما احنا فاكرين كده من المره اللي فاتت، يا اما الريسبتور نمبر ال، لان حصل انسولين كتير خد الريسبتور وحصل انترلايزيشن وداون ريجوليشن، فدي انسولين ريزيستنس، او البوست ريسبتور ميكانيزم من كتر برضو ما هو شغال 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 او لوحده كده من عند ربنا، ان بيحصل البوست ريسبتور ميكانيزم بقى الحاجات اللي الريسبتور هيشتغل عليها بعد الاستيميليشن بالانسولين هيحصل فيها ديفكت. او قد يكون القصه قله السكريشن، ما راحش خالص، راح خالص ده تايب 1، او يكون القصه ان بدا السكريشن بتاع البنكرياس يقل. وقلنا ان العيان ده بيتشخص دايابيتك لو فقد 50% من الانسولين اللي كان متعود على افرازه، يبتدي يحصل عنده على طول الدايابيتك سيمتومز اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. طيب او قد يكون لسبب برضو يجري في بعض العائلات او جينيتك، ان يزيد الهيباتيك جلوكوز اوتبوت، يزيد الهيباتيك جلوكوز اوتبوت. دي دايما الكلينيكال بيكتشر بتاع العيان بتاع تايب 2 دايابيتس، اللي هو بتبقى في الغالب اوبيس، سيدنتري لايف ستايل، قاعد ما بيتحركش، ما فيش اكسرسايز، ما فيش اعمال، او يعني على فكره مش سيدنتري يعني لازم يكون لعيب كوره، معظم حياتنا انت قاعد على اللاب او قاعد بتشتغل شغل بسيط، ده كده سيدنتري، ده ما فيهوش حركه قويه. بلاد بريشر عالي، دايما انفكشن، عند في انسيدنس اوف انفكشن عالي، شوف بتاكل كتير اهو، ايا كان هي ده تقريبا الشكل بتاع التايب 2. طيب عايزين نتفق من دلوقتي ان التريتمنت بتاع دايابيتس سواء كان تايب 1 او تايب 2 هو مالتي فاكتوريال، مش جاست ان انا بدي فارماكولوجيكال ثيرابي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لا، في كذا حاجه لازم اعملها مع الفارماكولوجيكال ثيرابي. الفارماكولوجيكال ثيرابي لوحدها ما تنفعش، نيوتريشنال مانجمنت، انا عايز العيان ده ياكل ايه ويمانج الكارب بتاعه ازاي، الكارب اهم حاجه لان هو ده اللي بيديني جلوكوز، ويظبط اكله ازاي مع نسبه الدواء او الانسولين اللي هياخده، واكسرسايز مونيتورنج، لازم كل فتره يتابع نفسه ويقيس ونشوف هنغير دواء هنزود دواء هنقلل دواء، والإديوكيشن، أعلمه يعيش إزاي ويتجنب إيه وياكل إيه، وأعلمه يحافظ على رجله ويبص على رجله كتير، عشان احنا عارفين نسبة الإنفكشن والكومبليكيشن بعد كده إن شاء الله هنبقى نقولها اللي ممكن تحصل مع مريض السكر. فبالتالي العلاج بتاع الدايبيتس على فكرة سواء تايب 1 أو تايب 2 مش شرط بس إن هو يكون فارماكولوجيكال، أو مش المين تريتمنت بتاعه فارماكولوجيكال، ده أنت ممكن تفضل تحشي فارماكولوجيكال ولو ما عملتش هذه الأيتيمز ممكن تبقى بتعاني وتلف أنت كمان ورا العيان في دوامة. هذه الايتيمز مهمه زيها زي الفارماكولوجيكال ثيرابي بالظبط، بس انا ما يعنيني هنا هو الفارماكولوجيكال ثيرابي اللي قلناها على الجزء الاولاني الانسولين، واللي ان شاء الله هنقوله في الجزء ده اللي هم الانتي دايابيتيك دراجز. طيب التراديشنال ثيرابي للتايب 2 دايابيتس او الثيرابي عموما سواء كان تراديشنال او جديد، ده كله بيجمع تقريبا الانواع الموجوده ان شاء الله في السوق كلها. ايه هي الثيرابي بتاعه التايب 2 دايابيتس؟ اول حاجه خالص الانسولين سكريتاجوجز، من اسمها كده انها بتعتمد على الانسولين سكريشن، وهم اربعه، سلفونيل يوريا
والميجلتونايدز والدي بي بي 4 او الداي بيبتي داي بيبتايديز 4 والجي ال بي 1 او الجلوكاجون لايك بيبتايد 1 اجونست. الثلاثه دول الاربعه دول بيشتغلوا عن طريق انكريز الانسولين سكريشن. طيب خلي بالك كده من حاجه مهمه قوي، انا كاتبه ده لوحده وده لوحده، والاثنين دول جنبهم حاجه اسمها جلوكوز ديبندنت. جلوكوز ديبندنت في غايه الاهميه، حطها كده في ودانك لحد ما نجيلهم ان شاء الله. يبقى عرفنا ان دي المجموعه اللي بتستعمل ستيميليشن للانسولين ريليز، ودول الاربعه اللي فيها. طيب المجموعه الثانيه هي الانسولين سنسيتايزرز، دول اللي بيزودوا السنسيتيفيتي للانسولين، يبقى دول بيزودوا السكريشن ودول بيزودوا السنسيتيفيتي. زي ايه؟ زي البايجوانايدز والثيازوليدانديونز. البايجوانايدز والثيازوليدانديونز، عايز اقول لك حاجه بقى، وارد جدا ان انا الاقي دواء بيشتغل باكتر من ميكانيزم. يعني ممكن الاقي انسولين سكريتا جوك وفي نفس الوقت بيزود السنسيتيفيتي، بالذات في المجموعه بتاعه الانسولين سكريتا جوك، لكن التانيين لا مش هيشتغلوا سكريتا جوك خالص، بس ممكن يشتغلوا حاجات تانية اقل اهميه من العنوان الاساسي بتاعهم. طيب يبقى برضو عشان ما ندوهش من بعض، المجموعه الاولانيه الانسولين سكريتا جوك وعرفنا الاربعه اللي فيها، المجموعه الثانيه الانسولين سنسيتايزر وتعمل سنسيتايزيشن للاكشن اوف انسولين، وعرفنا البايجوانايز والسايزولدانديونز. مجموعه الاذرز اللي مش بتحكمهم حاجه مشتركه تربطهم، بس مجموعه مهمه جدا. اول واحد فيها اللي هو الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 انهبيتور، او بنسميه الاس جي ال تي 2 انهبيتور، ده جديد جدا، ده تقريبا بقى له في السوق سنتين بس او اقل كمان. او الانتستاينال انزيم انهبيتورز اللي هو الجلوكوزايديز انهبيتورز، والاميلين انالوجز. والاميلين انالوجز فاكرين على فكره الاميلين ده احنا كنا اتكلمنا عنده المره اللي فاتت لما قلنا ان هو بيتفرز مع الانسولين من البيتا سيل، وبيعمل ايه؟ بيعمل ستيميوليشن للانسولين ريليز، ويقلل الجلوكاجون، ويعمل ساتايتي، ويديلي الجاستريك امتي. وعشان كده قلنا المره اللي فاتت برضو ان هم عشان كده فكروا يعملوا دراج شبيه بيه يقدر يستخدم، وده هنقوله تاني ان شاء الله لما نيجي نعدي عليهم باذن الله. طيب اول واحد هنتكلم عنه هو السلفينايل يوريا او السلفينايل يوريز، لان هم مش واحد، هم اكتر من مجموعه. اللي احنا قلنا ان هو انسولين سكريتا جوك، واخدين بالنا كده ده الاماريل. اعتقد ان مفيش بيت او عيله ما مرش عليها الاسم ده وعرفته. الاماريل ده من اشهر الادويه اللي بتستخدم في السكر، وهنتكلم حالا عن القصه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السلفينايل يوريا هما ثلاثة جينيريشن، فيرست جينيريشن، سكند جينيريشن، ثيرد جينيريشن. وطالما قلت ان هما جينيريشنز يبقى اكيد كان في عيله قديمه وكان فيها مشاكل صلحناها وعملنا عيله تانية فطلع السكند جينيريشن، كان لها برضو ستيل مشاكل صلحناها وعملنا منها حاجه جديده للثيرد جينيريشن، ودي اخر حاجه. وطالما دي اخر حاجه يبقى الى الان هو ده الافضل الموجودين. طيب الفيرست جينيريشن دي كان فيها التولبيوتامايد والكلوروبروبامايد والاسيتو هيكسامايد، دول غالبا ما عادوش موجودين اصلا كانتي دايابيتك دراجز. هنقول الكلوروبروبامايد ده مازال موجود بس بيعالج حاجه تانية. والسكند جينيريشن يبقى الاول، المجموعه الاولانيه اخرها كلها اميد جروب او الاميد جروب. السكند جينيريشن كلها بقى جلاي بين كلامايد، جلاي كلازايد، اند جلاي بيزايد. والثيرد جينيريشن اللي هو الجلاي ميبرايد او الامريل. طيب في بعض الكتب على فكره ومنها كتابنا بيحط فيرست جينيريشن وسكند بس، ويحط الجلاي ميبرايد مع السكند جينيريشن، لكن هي التقسيمه الاوقع والاصح واللي فعلا كان ترتيبها المنطقي كده في اكتشافهم في السوق هو دول الفيرست جينيريشن، ده السكند جينيريشن، ده الثيرد جينيريشن. عندنا جدول في الكتاب كده بيقول برضو ان المجموعه دي كانت فيري لونج ديوريشن اوف اكشن، كان فيها بعض الادويه مش كلها طبعا بس كان فيها بعض الادويه ومنها الكلوروبروميد ده بيوصل 72 ساعه، ودي حاجه مش حلوه خالص. ليه بقى؟ لانه هيزود الانسولين على مدى 72 ساعه، يبقى الريسك اوف هايبوجلايسيميا اكيد هيبقى معاه ايه؟ طبعا اكتر. طيب وعشان كده ده كان عيب في هذه المجموعه خالص، اللونج ديوريشن اوف اكشن ده مش حلو مع حاجه بتزود الانسولين ريليز. وعشان كده هو افضل هذه المجموعه هو الثيرد جينيريشن، هو الثيرد جينيريشن اللي هو الجلاي ميبرايد. السكند جينيريشن او الثيرد بقى دلوقتي الجلاي ميبرايد هم مور بوتنت اند ليس ادفيرس افكت. مور بوتنت عارفين، فاكرين مور بوتنت يعني ايه؟ من الجنرال الدواء كل ما كان بوتنت كل ما كان الاكشن بيبدا في دوزس اقل. بمعنى هنلاقي عندنا الجلايم برايد الدوز بتاعته 1 مللي وفي 6 مللي وفي 2 مللي، لا في حين بقى ان انا كنت زمان بنلاقي الكلوروبروماميد والاسيتوهيكسامايد ده الدوز 50 مللي و100 مللي،
شايفين الفرق في الدوز؟ اللي بيبدا افكتيف دوز اقل يبقى معنى كده ان هم مور بوتنت. وفعلا طب هو ايه اللي هستفيد ايه من ان هو بيبدا افكتيف دوز اقل؟ الادفيرس افكت، كل ما الدوز قلت كل ما الادفيرس افكت قلت طبعا، فدول كان اصبحوا مور بوتنت وبالتالي اقل في الادفيرس افكت. ده بالعكس بقى كمان احلاهم واحسنهم الاخر واحد فيهم اللي هو الثيرد جنريشن جلايمي برايد اللي هو الاماريل ده بقى، رابد اسوسيشن ورابد ديسوسيشن في الريسبتور، بيمسك بسرعه ويسيب بسرعه. طب بيمسك بسرعه بقى هيديني ايه؟ رابد اكشن. طب بيسيب بسرعه هيديني ايه؟ اقل في الادفيرس افكت. اشتغل طلع الانسولين هو محتاجه ومشي، يبقى الانسولين نزل هو كمان، فبالتالي مش هيفضل الانسولين موجود لفتره طويله وبالتالي اقل في الريسك اوف هايبوجلايسيميا. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للجلايميبرايد او الامارال. طيب ايه هي الفارماكوكاينتكس بتاعت هذه المجموعه اللي تهمني قوي المجموعه دي، لانها برضو بتستخدم عشان تطلع الانسولين، فانا محتاجها بنفس الطريقه اللي اشتغل بيها الانسولين. الادويه دي بتتاخد قبل الاكل عشان احنا متفقين ان احنا عندنا بوست ميل بيك من الجلوكوز، فبالتالي هي بتتاخد 30 دقيقه قبل الاكل عشان هي على ما تشتغل الديوريشن اوف اونست بتاعها بيبدا بعد 30 دقيقه، فبتتاخد 30 دقيقه قبل الاكل طبعا عشان تساوي او تكافئ البوست ميل هايبر جلايسيميا اللي بتحصل. طيب البلازما بروتين باوندنج بتاعها 90 ل 95، وده شكله ايه كده بالنسبه لك؟ عالي طبعا. كل ما البلازما بروتين باوندنج زاد لدواء عن 90% بقى مشكله، لانه بقى لايبل لدراج انتر اكشن، لما يتحط مع واحد تاني ايا كان بقى الاقوى فيهم هيزيح التاني ويشتغل عليه. وعينك على دي بقى عشان لما نيجي نقول الادفيرس افكت ودراج انتر اكشن هنرجع لها تاني. طيب الديستريبيوشن بتاعها من هنا، واحنا ومن المره اللي فاتت على فكره قلناها، فاكرين لما كنا بنقول ايه هي الانديكيشن اوف انسولين ثيرابي؟ وقلنا الاوبيزيتي واللاكتيشن، اسفل البريجنانسي واللاكتيشن، البريجنانسي واللاكتيشن. ليه؟ لانهم بيعدوا البلاسنتر بارير وتراتوجينيك، فقلنا الست وانس حملت على طول اقلب على الانتي دايبيتيك دراجز الانسولين ووقف الاورال انتي دايبيتيك دراجز. طيب برضو الرسمه دي انا قلت لكم هرجع لها تاني، العلماء قعدوا يفكروا طلوع الانسولين كان ازاي. فاكرين لما كنا بنقول الجلوكوز بيجي ويتاخد بالجزء ابتيك ترانسبورتر، ها كام؟ 2. بيتاخد بالجزء جلوكوز ابتيك ترانسبورتر 2، دي البنكرياتك بيتا سيل على فكره، دي مش التيشوز، دي البنكرياتك بيتا سيل. فيجي الجلوكوز لما انت تاكل ويزيد في الدم يخش بالجلوكوز ابتيك ترانسبورتر 2، يتحول في الميتوكوندريا الى اي تي بي، يقفل الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل، ده يعمل ايه؟ دي بولاريزيشن، قفل البوتاسيوم شانل دي بولاريزيشن، يدخل كالسيوم ويعمل ريليز اوف انسولين ويديني الانسولين ريليز. هي بقى السلفنايليوريا بتيجي في النص وتشتغل، بتيجي على الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل وتعمل لها كلوجر، كلوجر تقفلها كاني اي تي بي طلع هي بدل الاي تي بي، تيجي على الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل وتقوم قافلاها، يوم يحصل الديبولاريزيشن ويخش الكالسيوم ويطلع الانسولين. بتشتغل بنفس الطريقه الافراز انسولين بيتم بيها. عشان كده المجموعه دي فيها مشكلتين، سواء عندي جلوكوز او ما عنديش جلوكوز هي بتيجي تمسك في الريسبتور وتطلع الانسولين. يبقى عشان كده هي جلوكوز مش ديبندنت، خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا. فاكر لما انا كنت بقول الانسولين سكريت اجوج هم اربعه، الاثنين اللي فوق مش جلوكوز ديبندنت والاثنين اللي تحت جلوكوز ديبندنت، وهتعرف اهميه ده بعدين. يبقى هي دلوقتي مالهاش علاقه بوجود الجلوكوز من عدمه، بتيجي تمسك في الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل وتقفلها وتعمل دي بولاريزيشن وتدخل كالسيوم وتريليز الانسولين من البنكرياتيك بيتا سيل. عشان كده تخلي بالك المجموعه دي بوتاسيوم شانل بلوكر، بتيجي على الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل وتقفلها عن طريق ريسبتور، لها ريسبتور سايت كده بتمسك عليه وتقوم قافلاها. يبقى خلي بالك لما اجي هقول بعد كده في الدراج انتر اكشن ليها، لو استخدمت مع دراج بوتاسيوم شانل اوبنر ايه اللي هيحصل؟ هيقلل الافكت بتاعها، زي ما هنيجي بعد كده هنقول زي الديازوكسايد والسايزايد برضو له شويه بوتاسيوم شانل اوبننج افكت، يبقى اكيد هيضد الاكشن بتاعها لانه بيجي على الميكانيزم اللي هو اللي هي شغاله بيه ويهاجمها على الايه؟ على الاوبننج بقى يضايقها، هي عايزه تقفل وهو يفتح الايه؟ البوتاسيوم الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل. طيب خلي بالك برضو من حاجه ثانيه، فاكرين لما خدنا في الكالسيوم شانل بلوكرز وبالذات الفرابميل وقلنا ان هما احيانا ممكن يؤدوا الى ديكريز الانسولين سكريشن؟ عشان القصه دي، عشان ممكن يقفلوا لي الكالسيوم شانل تقوم تؤدي الى انها بتضايقني. يبقى انا لو خدت كالسيوم شانل بلوكر مع عيان بياخد سلفينايل يوريا ممكن يعمل لي مشكله ويقلل الاكشن بتاع السلفينايل يوريا. طيب
ايه هي بقى الميكانيزم اوف اكشن اللي بتشتغل بيه؟ المين ميكانيزم اوف اكشن طبعا هي انكريز الانسولين ريليز. في حاجات مش مسموح لك تنساها، او مش مسموح لك تبدا باتنين قبل واحد، لان المين ميكانيزم اوف اكشن فيها هو انكريز الانسولين ريليز. لكن بعد كده ممكن تعمل حاجات تانية مساعده. مش فاكرين لما احنا بنقول، لما جينا نقول في التقسيمه الاساسيه قلنا ان في تقسيمه اساسيه لكن ممكن الدواء يشتغل باكتر من طريقه؟ هنا اول حاجه اهو المجموعه بتاعت السلفينيليوريا دي بتزود الانسولين ريليز، ولكنها كمان بتقلل الجلوكاجون سكريشن، وكمان بتزود السوماتوستاتين، ودول اللي بيؤدوا الى تكريس الجلوكاجون. زياده الانسولين وزياده السوماتوستاتين بيؤدوا الى نيجاتيف فيدباك انهبيشن او اندايركت انهبيشن على الجلوكاجون. يبقى اول حاجه بتزود الانسولين وتقلل الجلوكاجون. طيب كمان بتزود الانسولين اكشن على الخلايا، يعني سنسيتايزر عن طريق ايه؟ عن طريق السنسز اوف جلوكوز ترانسبورترز، بتزود الجلوكوز ترانسبورتر. انهي بقى؟ فور، برافو، اللي هي الموجوده على الانسولين ريسبونس اوف تيشوز. احنا قلنا اتنين بتطلعوا، اربعه مديت الاكشن بتاعه، يبقى احنا ما ننتهش من بعض. يبقى هي عملت اول حاجه زودت الانسولين، تاني حاجه قللت الجلوكوجون، تالت حاجه زودت السنسز اوف جلوكوز ترانسبورتر، ولها بقى اكسترا بنكرياتيك افكت. دي مهمة جدا 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 جدا. موضوع النمبر، كنا بنقول سلفينايل يوريا، سلفينايل اس يو، يبقى اهم حاجة انها بتزود النمبر مش السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتور. يبقى هي رقم واحد بتزود ريليز اوف انسولين، رقم اتنين بتزود النمبر اوف انسولين ريسبتور. عشان كده هنيجي في الباي جوانايتس بنقول بي اي اي، يبقى السنسيتيفيتي، لكن دي بتزود النمبر اوف ريسبتور. وبتزود لما عشان هي زودت النمبر فحسنت السنسيتيفيتي. مش انا قلت جزء من الانسولين ريزيستنس وديكريز السنسيتيفيتي هو ديكريز في النمبر اوف ريسبتور، فعشان كده اندايركتلي انها حسنت السنسيتيفيتي في الانسولين ريسبتورز. وعشان كده بقى على البنكرياس حسنت الانسولين اكشن، هي حسنت الانسولين ريسبتور هتحسن الانسولين اكشن، اللي هو الايه؟ اللي هو اللايبوجينيسيس وديكريز الجلوكونيوجينيسيس، استيميوليت الجلايكوجينيسيس وانهبيت الجلايكوجينوليسيس. قلنا كل ما هو له علاقه بتقليل الجلوكوز هتشتغل فيه، لانها بوتنشيت الانسولين اكشن. عشان كده خلي بالك لما كنا بنقول ان اي دواء بيزود الانسولين ريليز هيعمل لي ايه؟ ويت جين، عشان اللايبوجينيسيس اللي هي عملت له ستيميوليشن في الليفر. يبقى عشان ما ننتهش من بعض، الاكشن بتاعها اربع حاجات: زودت حاجه ودي اهم حاجه الانسولين ريليز، قللت حاجه الجلوكاجون سكريشن، عملت ايه كمان؟ زودت الجلوكوز ترانسبورترز او انهانس الانسولين اكشن، دي رقم ثلاثة. على الليفر عملت برضو بوتنشيشن للانسولين اكشن عن طريق ان هي ستيموليت الاكشنز اللي المفروض هيعملها الانسولين اللي انت حافظها خلاص من المره اللي فاتت، اللي هو كل ما له علاقه بتقليل الجلوكوز، عشان ما تتوهش فيها دايما. وبعد ما خلاص كده قلنا الاكشن بتاع السلفينايل يوريا، دي تجميع للاكشن بتاعه سواء كانت على البنكرياس اللي هما الاثنين الاساسيين اللي هزود الانسولين وتقلل الجلوكاجون، او النون بنكرياتيك او الاكسترا بنكرياتيك اكشن. طيب بيستخدم في ايه السلفينايل يوريا؟ في عندنا كده حاجه اسمها جايد لاينز. ايه هي جايد لاينز؟ الدايبيتس عشان ديزيز من اهم الديزيزز تقريبا اللي موجوده وكومن جدا وموجود في كل العالم، ففي منظمات مسؤوله عنه امريكان ويوروبيان، وكل سنه بتعمل مؤتمرات كبيره جدا تحدد فيها الجايد لاينز بتاعه التريتمنت بتاعه العيان ده. اخر حاجه في الجايد لاينز كانت متفقه ان رقم واحد ببدا باللايف ستايل موديفيكيشن والميتفورمين، لايف ستايل بما فيه الدايت والنيوتريشن والكلام ده زائد الميتفورمين. عشان كده هنا تلاقي اول يوز اهو نون انسولين ديبندنت، يعني هو تايب 2 بيشنت نوت كنترولد باي دايت اند باي كوانايدز اللي هو الميتفورمين. يبقى رقم واحد انا عندي الجايد لاينز غصب عني بتقول ابدا بالدايت وابدا بالجايكوانايد. طيب ما استجابش خلاص خش على السلفينيليوريا، يبقى الانديكيشن بتاعها اهو تايب 2 دايبيتس بيشنت ما استجابش للدايت والبايكوانايدز. طيب ايه الحاجه الغريبه دي؟ انا قلت لك المجموعه الاولانيه اللي هي الفيرست جينيشن تقريبا راحت ما عدا مين؟ ما عدا كلوروبروبامايد. ايه بقى الكلوروبروبامايد ده؟ ده واحد منهم كانت ديوشن الاكشن بتاعه كانت طويله جدا، مازال موجود وبيستخدم في الكرينيال دايابيتس انسيبيتس. كرينيال دايابيتس انسيبيتس البروبر ميكانيزم اوف اكشن مش معروفه، حتى في ناس زمان كانت تقول لا ده هو بيستخدم في النيفروجينيك. ما عندنا الدايابيتس انسيبيتس ده ايه؟ عباره عن الانتي دايريتيك هرمون اللي بيتفرز من المخ عشان يتحكم في كميه البول ما تبقاش كبيره جدا، يحافظ على الميه بقدر الامكان اللي في الجسم. في شقين، جزء بيتفرز من المخ وبعد كده يروح يشتغل على الفي 2 ريسبتورز الموجوده في الكدني.
فلو عندي الافراز كويس من المخ وعندي مشكله في الريسبتور في الكدني بنسميها نيفروجينيك دايابيتس انسيبيتس، لو عندي مشكله في الافراز في المخ بنسميها كرينيال دايابيتس انسيبيتس. هو بيستخدم في الكرينيال دايابيتس انسيبيتس، في ناس بتقول ان هو عشان بوتنشيات الاكشن بتاع الانتي دايوريتيك هرمون، انهانس الاكشن بتاع الانتي دايوريتيك هرمون. السبب الاساسي او السبب الاكيد مش معروف، ولكن الاكيد والمتعارف عندي ان لازم يكون عندي لسه شويه انتي دايوريتيك هرمون، لان لو ما فيش مش هيشتغل. هو بيزود السنسيتيفيتي لشويه موجودين، لكن لو ما فيش خالص مش هيشتغل. طيب ايه هي بقى السايد افكتس بتاعت هذه المجموعه من غير ما افكر؟ فاكر لما قلت انا المره اللي فاتت ان في عندي اتنين سايد افكت اي حد هيزود الانسولين ريليز هيعملهم؟ هما هايبوجلايسيميا رقم 2 ويت جين. طيب خلينا في الهايبوجلايسيميا. هايبوجلايسيميا ليه؟ لانه بيفرز الانسولين من البنكرياس، فبالتالي هذا العيان عرضه لحدوث الهايبوجلايسيميا. وهذا الريليز لا علاقه له بالليفل بتاع الجلوكوز، بمعنى ان ممكن يكون العيان ما كلش والجلوكوز قليل في الدم وياخد هذه المجموعه. هو له علاقه بالجلوكوز؟ بيقرب من ناحيته خالص؟ مش هو بيجي على الاي تي بي سنسيتيف شانل ويقوم قافلها غصب عن عين اي حد؟ طب افرض انا مش واكل والجلوكوز قليل في الدم، هو هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ هيشتغل طبعا، ماليش دعوه، هيروح على الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل ويقفلها وديبولاريزيشن ويطلع الانسولين حتى لو انت مش واكل. فبالتالي هذا العيان عرضه للهايبوجلايسيميا. يعني من الاخر، كل ما كان الدواء معتمد على ليفل الجلوكوز في الدم كل ما كان افضل، لانه مش هيدخل العيان في هايبوجلايسيميا. فهذه السلفينايليوريا لا علاقه لها للليفل بتاع الجلوكوز في الدم، فبالتالي ممكن تعمل لي هايبوجلايسيميا. تزيد هذه الجلايسيميا امتى؟ مع اللونج اكتنج بريباريشن. طبعا كان 72 ساعه ماسك في ريسبتور 72 ساعه، او تزيد مع ايه؟ الاولد ايج، او تزيد مع ايه؟ المفروض الادويه دي احنا في الكايتكس بتاعتها انها بتكسر في الليفر وتتفرز في الكدني، فبالتالي لو في عندي كدني ديس اوردر او ليفر ديس اوردر هتزيد الديوريشن اوف اكشن بتاعتها وهتزيد الهايبوجلايسيميا. طيب تاني حاجه، الرجيك رياكشن او سكين ريش. ايه قصه الالرجيك رياكشن؟ فاكرين السلفونا مايدز في الكيموثيرابي؟ لو كنت حطوها الكيموثيرابي كان عندنا السلفونا مايدز، وقلنا طالما فيها سلفا جروب دي جروب مجرمه. السلفا جروب دي طب احنا عملنا منها دواء ليه؟ عشان مستفيده منه، يدينا نتائج انا محتاجها، بس غصب عني طلع الاستراكشر بتاع هذا الدواء فيه سلفا جروب. طيب ايه مشكله السلفا جروب دي بقى؟ مشكله السلفا جروب دي الرجي، هايبر سنسيتيفيتي، مجموعه السلفا دي الرجي جدا، عشان كده ممكن تعمل لي الرجيك رياكشن، ابسطها سكين ريش. انفريكوينتلي يعني اقل بقى في الانستنس انها تعمل لي هيماتولوجيكال ديستربنس برضو من الالرجي، ليكوبينيا، جي اي تي ابسيتس، هيباتيك ديستربنس اند كولستاتيك جوندس برضو من الالرجي، من السلفا جروب ممكن توصل الالرجيك رياكشن الى كولستاتيك جوندس. طب والويت جين؟ انابوليك الانسولين، هي مش هي الانابوليك، هي عن طريق زياده الانسولين، والانسولين انابوليك وستيميوليت اللايبوجينيسيس، فهذه المجموعه بتتخن زيها زي الانسولين كده بالظبط. تريتوجينيسيتي كلهم، عشان كده العيانه لو جيت بريجننت بقلبها ايه؟ انسولين على طول. امال ايه بقى قصه الفيلير اوف ذا دراج؟ من اسمها كده الدواء ما بيشتغلش، ما بيدينيش افكت. في برايمري فيلير وفي سكندري فيلير. يعني ايه برايمري فيلير؟ يعني ما بيجيبش نتيجه في 10 ل 15% من التايب 2 دايابيتس اهو كده. ممكن يكون لاني اصلا اوريدي خلاص على ما اكتشفته كان اللي فاضل في البنكرياس حبه قليلين، او ممكن يكون مشكله في الريسبتور، او ممكن يكون مشكله في اي حاجه. المهم ان عندي 10 ل 15%، يعني 10 عيانين من كل 100 ممكن يخشوا لي في برايمري فيلير، الدواء ما يستجيبش وما يدينيش افكت. طيب المجموعه الثانيه بقى دي السكندري فيلير، دي مع اللونج تيرم يوز. طبعا احنا اتفقنا على فكره يا جماعه، فاكرين لما قلنا المره اللي فاتت برضو ان من انديكيشن بتاع الانسولين يوز تايب 2 مع الفيلير اوف تريتمنت، العيان ده خلاص بيبتدي معتمد على الحبه اللي فاضلين في البنكرياس اللي قلنا فقط خلاص 50% منه، يبتدي معتمد عليهم لحد ما يخلصوا. البيتا سيل الفانكشنج خلصت خلاص انتهى، يبقى ده السكندري فيلير. هتستخدم ازاي حاجه بتزود الانسولين سكريشن من بيتا سيل اكزوستد وانتهت؟ يبقى ده السكندري فيلير، يعني كان الدواء بيجيب نتيجه وبعدين قلب خالص ما بيجيبش النتيجه. طيب الدراج انتراكشنز، الدراج انتراكشنز بتاعت السلفينايل يوريا في غايه الاهميه، في غاية الأهمية. سؤال مهم جدا، عارفين ليه هي في غاية الأهمية؟ لأن هي بتعمل لي السلفينايليوريا ده سايد افكت فيتال. فاكرين لما قلنا الهايبوجلايسيميا المرة اللي فاتت وقلنا إن البرين ما يستحملهاش أكتر من دقايق؟
طب ما هو ممكن لو دخل منك في هايبوجلايسيميا هو قاعد لوحده او نايم او ده فيتال. عشان كده لازم تبقى اوير جدا بدراج انتراكشن بالذات اللي بتزود الافكت بتاع السلفينيليوريا او بتنهانس الافكت بتاع السلفينيليوريا. طيب خلينا نقول هم ايه. فاكرين لما قلت البلازما بروتين باوندنج بتاعها عالي من 90 ل 95%؟ اه. طب خلي بالك بقى لو خدتها مع السلسليت، السلسليت دي رزله جدا. فاكرين السلسليت كان البلازما بروتين باوندنج بتاعها 99% او 98 وشويه. فمعظم الادويه اللي بتتاخد مع السلسليت، السلسليت بتزحها وتقعد تزحها على ايه؟ على الالبومين. فاكرين في الجنرال في اول السنه خالص، وكان عشان كده السلسليت برضو ما بنحبهاش مع ادويه كتير زي الوارفرين. طب ليه انا بختص ادويه معينه بالذكر؟ عشان هي دي اللي فيها فيتال افكت. طيب وبالتالي هتزحها من على البلازما بروتين باوندنج سايتس، هتخليها فري يعني هتزود الاكشن، يعني هتزود الادفرس افكت اللي هو انا خايفه منه اللي هو الايه؟ هايبوجلايسيميا. طيب الانزيم اندكشن والانزيم انهبيشن خلاص احنا حافظينها. طب برضو اشمعنى يعني؟ طب ما هو في انزيم اندكشن وانزيم انهبيشن بيحصل مع ادويه كتير في المنهج وما بنجيبش سيرتهم، عشان ده ادفرس افكت فيتال. اللي هيعمل انزيم اندكشن هيزود الميتابوليزم بتاعهم وبالتالي هيقلل الافكت. انا مضطر ازود الدوز عشان العيان يبقى متظبط، لان الدايبيتس احنا قلنا مرض له كومبليكيشنز كتيره. طيب والعكس بالعكس، الادويه اللي هتعمل انزيم انهبيشن او هتعمل انهبيشن على الميتابوليزم هتزود لي الاكشن وهتدخل لي العيان في هايبوجلايسيميا. يبقى تك كير وعينك على العيان ده لو انا بديله حاجه من الحاجات اللي بتعمل انهبيتوري او لو حاجه من الحاجات اللي بتعمل استيميلاتوري. وعندنا ايه عارفينهم؟ الفينيتون والكاربامازيبين والريفامبيسين، دول انزيم انديوسر، والسايمتيدين والكلورام فينيكول والحاجات دي كلها انزيم ايه؟ انهبيتور. طيب الدراج انتر اكشن التالت ديكريز الرينال اليمينيشن. احنا لسه قايلين ان هو بيتكسر بالليفر وبيتفرز بالكدني، فلو عندي مشكله في الليفر او مشكله في الكدني يبقى هيحصل ان الدواء مش هتخلص منه. ده يحصل امتى؟ بالذات الادويه اللي بتاثر على الرينال اليمينيشن زي الالبرينول والساليسيليتس هيقللوا السكريشن بتاعه وبالتالي هيزودوا الهايبو جلايسيميا اللي ممكن تحصل منه. طيب طب الثيازيد والدايزوكسيد، خدت لي بالك احنا كنا قلنا ايه؟ بوتاسيوم شانل اوبنر. طب يعني ايه؟ استفدت انا ايه من كونها بوتاسيوم شانل اوبنر؟ استفدت على الرسمه لما قلت ان هما بيشتغلوا كبوتاسيوم شانل الفينايل يوريا، بيشتغلوا عن طريق كلوجر للاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل، بيقفلوا البوتاسيوم شانل. فانا لو خدت معاهم دواء تاني ريزل بيقوم فاتح هو البوتاسيوم شانل. هو مش ريزل على فكره، ممكن استخدمه عشان الضغط مثلا، من الحاجات اللي البوتاسيوم شانل اوبنر دي بتوطي الضغط. الثيازيد ده دايوريتك، فممكن اكون مستخدمهم لحاجه انا عاوزاها، بس عشان الميكانيزم بتاعتهم بتضاد الميكانيزم بتاع السلفينايل يوريا، ده هيفتح البوتاسيوم شانل اللي السلفينايل يوريا عايزه تقفلها، فبالتالي هيقلل الاكشن بتاعه. طيب وبالنسبه للادرينالين والكورتيكوستيرويد والثايرويد والكونتراسبتيف، دول بيقللوا الاكشن بتاع السلفينيليوريا. عشان ايه؟ عشان هما كاونتر ريجولاتوري هرمونز، بيزودوا الجلوكوز في الدم، بيزودوا الهبات الجلوكونيوجينيسيس، فبالتالي دول بيضادوا الاكشن بتاع السلفينيليوريا. مهم جدا 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 موضوع الكونتراسبتيف ده، هي فعلا في ستات كتير جدا لو هي دايابيتك وبتاخد كونتراسبتيف تبقى عارف ان السلفينيليوريا في الغالب مش هتجيب نتيجه معاهم. طيب موضوع بقى علاقته بالبيتا بلوكر، ده علاقه جميله جدا 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 جدا. علاقته بالبيتا بلوكر حاجتين مهمين قوي. فاكرين البيتا 2 في البنكرياس في الكدني، لا سوري في الليفر، البيتا 2 في الليفر كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل معظم الميتابوليك افكت اللي هو زياده الجلوكوز برودكشن والجلوكونيوجينيسيس، كلها حاجات ضد الايه؟ ضد الانسولين. طيب يبقى انا لما هاجي اقفل ببيتا بلوكر يبقى انا قفلت تصنيع الجلوكوز، يبقى انا زودت ولا قللت الاكشن بتاع السلفينيليوريا؟ ها قللت تصنيع الجلوكوز، يبقى زودت ولا قللت الاكشن بتاع السلفينيليوريا؟ انهانسد طبعا، اوجمنتد الاكشن بتاع السلفينيليوريا وبالتالي اوجمنتد الهايبوجلايسيميا اللي ممكن تحصل منهم عن طريق ان هي قفلت لي الجلوكونيوجينيسيس وقفلت لي تصنيع الجلوكوز وخروجه من الليفر. ده مش بس كده، نرجع للبيتا بلوكر كده تاني، وكنا بنقول ان عندها مشكله كبيره جدا في عيان الدايبيتس، عشان كده ما بنحبش نستخدمها كانتي هايبرتنسيف دراج، او الا بقى مضطر في بعض الحالات ولو اني برده ما بنستخدمهاش كونتر اندكيتد على فكره. ليه بقى؟ عشان بتعمل لي فاكر كلمه هايبوجلايسيميا ان اويرنس. فاكرين لما قلنا ان الهايبوجلايسيميا ايه السيمتومز بتاعتها؟ رقم واحد ريفلكس سمباثيتك ستيميليشن عشان العيان ده يحصل له تاكي كارديا ويزود الانسولين ويزود الادرينالين ويزود السمباثيتك عشان يروح يشتغل على البيتا 2 ويطلع لي شويه جلوكوز. وهايبوجلايسيميا عايز يشغل الليفر عشان يطلع شويه جلوكوز عشان العيان ما يقعش، يبقى محتاج ايه؟ محتاج ادرينالين سمباثيتك سيستم يشتغل يجي على البيتا 2 يطلع جلوكوز. طب البيتا بلوكر واقفه على الريسبتور وقافلاه، يقوم اوجمنتد هايبوجلايسيميا وفي نفس الوقت ما عنديش سيمتومز، قافل الساينز اللي هي التاكيكارديا السويتنج
كل السمباثيتك سيمتومز اللي المفروض ان انا العيان هيحس بيها عشان يروح يحط بونبونيه في بقه بسرعه او ياخد حاجه مسكره، البيتا بلوكر قافلها. عشان كده تكر جدا 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 من الدراج انتر اكشن بتاع السلفونيليوريا، مهمه جدا جدا جدا. طيب ايه هي الكونترا اندكيشن على فكره بقى وانت مغمض هتطلعهم؟ تايب 1 ينفع استخدمه في تايب 1؟ مستحيله، مفيش اصلا فانكشننج بنكرياس. طيب البريجنسي لاكتيشن احنا قلناها بقى خلاص وعارفين. سنستيفيتي للسلفونامايد دي مهمه جدا عشان السلفا جروب اللي فيه، ماشي. ايه تاني؟ انسولين اندبندنت طبعا اللي هو تايب 1، اوكي. نون انسولين اندبندنت في الستريس بيريود، ليه 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 ليه؟ عشان هي دي اصلا الانديكيشن اوف انسولين. ستريسفول كونديشن ده انديكيشن ان انا استخدم انسولين. طب وليه هيباتيك سيفير هيباتيك اندرينال ديزيز؟ عشان هو بيكسر فيه الكدني ويتفرز فيه بتكسر اسفل في الليفر وبيتفرز في الكدني، فبالتالي هذه الكونترا اندكيشن بتاعت السلفونيليوريا المفروض ان انت تكون ان شاء الله عرفتها وحفظتها لوحدك. طيب احنا دلوقتي بنتكلم عن المجموعه الثانيه من الانسولين سكريتاجوجز اللي هي الميجليتينايدز اللي هي الريباجلينيدز والناتيجلينيدز، او قلنا الناتيجلونايدز والريباجلينايدز. بس خلي بالك ان المجموعه دي اتشالت وهقول لك ان شاء الله اتشالت ليه وما عادتش موجوده. طيب الميكانيزم اوف اكشن بتاعتها الاول بتشتغل ازاي؟ هذه المجموعه بتشتغل على الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل، شايفين اهو ناتيجلينايد والريباجلينيد اهو بيمسكوا على ريسبتور بتاع السلفينيليوريا بس في حته ثانيه. هو الريسبتور ده عباره عن ايه؟ الريسبتور ده عباره عن بروتين بولي بيبتايد تشين، يعني عباره عن امينو اسيدز بجنب بعضها، بروتين 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 بروتين. فده الريسبتور اصلا بتاع مين؟ بتاع السلفينيليوريا، لان احنا اكتشفنا السلفينيليوريا الاول هي اللي بتمسك فيه. هما بيمسكوا على نفس الريسبتور بس في حته تانية بقى، بيحترموا برضو وجود السلفينيليوريا، فبالتالي بيمسكوا في حته تانية من الريسبتور بس على نفس الايه؟ الاي تي بي سنسيف بوتاسيوم شانل، وعلى نفس الريسبتور السلفينايل يوريا بيمسكوا فيه. يقوموا عاملين ايه؟ يقفلوا البوتاسيوم شانل، يقفلوا الاي تي بي سنسيف بوتاسيوم شانل، ها بعد كده ديبولاريزيشن، ها يدخل كالسيوم، ها يزود ريليز اوف انسولين من البنكرياتيك سيلز. طيب جلوكوز له علاقه بالجلوكوز؟ لا بالعكس ملوش علاقه برضو، عشان كده ما قلناش عليه جلوكوز ديبندنت، عشان كده برضو معاه ريسك اوف هايبوجلايسيميا. ليه معاه ريسك اوف هايبوجلايسيميا؟ لانه بيزود الريليز من البنكرياس اوف انسولين من البنكرياس، واي حاجه بتزود الريليز اوف انسولين من البنكرياس تعمل لي هايبوجلايسيميا. رقم اتنين ملوش علاقه بالجلوكوز، جلوكوز موجود مش موجود، كلت ما كلتش، هو شغال على الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل، يقفلها ويشتغل. طيب احيانا بعض الناس تسميها كده نون سلفينيليوريا دراجز. عارفين ليه نون سلفينيليوريا دراجز؟ لان هي انسولين سكريتاجوج وبتمسك في نفس الريسبتور ولكنها مش سلفينيليوريا، فكانت التقسيمه الاساسيه بيزد على ان ده سلفينيليوريا وده نون سلفينيليوريا. على فكره ده ممكن لو قريت في بيبرات او بيبرز علميه ممكن تلاقيهم مستخدمين الاسم ده كتير جدا، نون سلفينيليوريا دراجز، تبقى انت على طول فاهم على طول ان هي الميجليتينايدز او اللي هي ناتجلينايد والريباجلينيد. خلاص اوكي، يبقى احنا خلاص عرفنا عنهم ان هم انسولين سكريتاجوج، دي تاني مجموعه بيشتغلوا ازاي عن طريق الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل، يقفلوها بيمسكوا على ايه؟ على ريسبتور بتاع السلفونامايد بس في سايت اواي من السايت بتاع السلفونامايد، يعملوا لي دي بولاريزيشن، دخل كالسيوم وريليز اوف انسولين. ادي دي رسمه تانية برضو بتبين لي ده سلفينيليوريا ريسبتور وهم ماسكين فيه، بس السلفينيليوريا ماسكه في حته وهو ماسك في حته تانية خالص، ويقفل الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل ودي بولاريزيشن وكالسيوم، وعلى طول يحصل ريليز اوف انسولين، ريليز اوف انسولين. طب خلي بالك كده، ايه المشكله؟ ايه المشكله ان هو شغال على البيتا سيل اوف بانكرياس ويزود الريليز عن طريق البيتا سيل اوف بنكرياس؟ انه برضه نفس القصه، محتاج فانكشننج بيتا سيل. لو عندي البيتا سيل انتهت او ما عادتش خلاص شغاله، انتهى هو كمان مش هيشتغل، يبقى هو محتاج فانكشننج بيتا سيل عشان يشتغل. طيب ايه الميزه في المجموعه دي؟ الميزه دي شهيره جدا ودي احد الحاجات كمان اللي خلتنا ما نحطهاش تبع السلفينيليوريا. هي ويك عن السلفينيليوريا عشان كده اتشالت، لكن اهميتها انها كانت بتشتغل في خلال 15 ل 30 دقيقه او اقصر كمان، يعني ماكسيمم في خلال 15 دقيقه. يعني ايه؟ يعني العيان اللي انا كنت بقول له خد السلفينيليوريا واستنى نص ساعه على ما تاكل، ده كان بياخد على طول وياكل. فاكرين الانسولين انالوج والريجولار انسولين
نفس القصه، العيان ده لو صايم، لو معزوم في حته مش مضطر ياخد الحبايه ويستنى نص ساعه عشان يفطر. فكانت هذه المجموعه بتحقق لي هذا الاكشن، رابيد اكشن، واتفقنا ان معظم اللي هيكون رابيد اكشن هيبقى شورت ديوريشن اوف اكشن، وبالتالي هتبقى لسه هايبوجلايسيميا وان كانت لسه موجوده، لانها طالما ستيميوليتر ريليز اوف انسولين من البيتا سيل اوف بنكرياس يبقى هتعمل لي هايبوجلايسيميا كسايد افكت، ولكنها اقل. عشان ايه؟ عشان بتشتغل بسرعه وتسيب بسرعه. طيب قصه ان هي بتشتغل بسرعه في خلال من 5 ل 15 دقيقه، ماكسيموم 15 دقيقه على فكره، كانت بتوفر لي ايه؟ كانت بتوفر لي انها بتشتغل مني على حاجه اسمها بوست برانديال هايبر جلايسيميا. فاكرين؟ فاكرين البيك بتاع الجلوكوز بعد الاكل؟ فكانت مينلي بتشتغل على هذه الجزئيه، البوست برانديال هايبر جلايسيميا اللي هي بعد الاكل، هي بتتاخد على طول وتشتغل على طول على الهايبر جلايسيميا اللي هتحصل بعد الاكل. طيب ايه الفكره تاني بقى في هذه المجموعه؟ يبقى اول حاجه قلنا ان هي بتشتغل بنفس الميكانيزم بتاع السلفينايل يوريا، وبتمسك في الريسبتور بتاع السلفينايل يوريا لكن في حته تانيه، مش في نفس الحته اللي ماسكه فيها السلفينايل احتراما للكبير. ده رقم واحد. رقم اتنين، انها محتاجه فانكشنج بيتا سيل، طالما انها هتشتغل على طلوع الانسولين من البيتا سيل يبقى محتاجه فانكشنج بيتا سيل. رقم ثلاثة، رابيد اكتنج، بتشتغل في خلال 15 دقيقه، عشان كده كان العيان يقدر ياخدها وياكل على طول، وعشان كده هي مينلي في البوست برانديال هايبر جلايسيميا. رقم اربعه بقى، الميتابوليزم بتاعها في السي واي بي 450 هيباتيك انزيم، عارفين الشبكه بتاعت الاوكسيديشن اللي موجوده في الليفر، وقلنا ان هي من اهم الميتابولايزنج سيستم اللي في الجسم عشان فيها مجموعه كبيره من الدراجز. طيب يبقى عشان كده تفكر في العيان اللي عنده هيباتيك امبيرمنت، بالذات الريباجلينيد. ليه؟ لان الناتجلينيد هو بيلاري اكسكريشن او بيلاري سكريشن، عشان كده ده مهم جدا 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 في الام سي كيو هذه المجموعه. طيب لو انا العيان عنده كيدني ديس اوردر او رينال او هيباتيك ديس اوردر، مين هيبقى اسوأ في الحاله دي؟ الريباجلينايد طبعا. طب ما هو الناتجلينيد بيلاري، بس هيبقى الى حد ما افضل في الهيباتيك، لكن في الرينال ده 100% افضل، لان اللي هيتكسر في الليفر هيسكريتد في اليورين ما عدا السكريتد في البايل. عارف السكريتد في البايل ده سكته فين؟ عشان السكريتد في البايل يبقى رايح في الجي اي تي، يبقى رايح في الستول، يبقى ده بعيد خالص عن الكدني، ودي هنشوفها زي احد المميزات اللي احنا هنقولها ان شاء الله في الناتجلينايد او الناتجلينيد. اوكي، قلنا هي مينلي بريفنت الايه؟ بوست براندل هايبر جلايسيميا. كانت بتتاخد ازاي؟ طبعا قبل الاكل، وقبل الاكل مباشره كمونو سيرابي او مع ميتفورمين. ميتفورمين ليه مش السلفينايل يوريا؟ قاعده حطها في ذهنك، اي اتنين سكريتا جوج ما يستخدموش مع بعض، اي اتنين سكريتا جوج ما يستخدموش مع بعض. ليه؟ لان هيحصل اكسهوستشن للبنكرياس، اكسهوستشن لخلايا البيتا سيل اوف بنكرياس، عشان كده لا يفضل استخدامهم كمان. ده في حاجه كمان تانية بقى، ازاي انا هستخدمهم مع السلفينايل يوريا وهما بيشتغلوا على نفس الميكانيزم؟ يبقى انا ما عملتش حاجه، يبقى انا زودت ادفيرس افكت، اديت دوايين والدواء ده كيميكال، خدت ادفيرس افكت وما خدتش نتيجه زياده، ما هو نفس الريسبتور ونفس الدواء ونفس الافكت، بل بالعكس كمان السلفينايل يوريا اقوى منهم خالص. عشان كده المجموعه دي مش اتشالت، يعني شالتها الاف دي اي او منظمه الصحه، الناس ما عادتش بتبيعها، الشركه ما عادتش بتنتجها، بتقف عليها بالخساره. السلفينايل يوريا احسن منها وارخص والافكت بتاعها اعلى، ونفس نفس الريسبتور ونفس كل حاجه، فبالتالي الى حد كبير كل الشركات تقريبا ما عادتش بتنتجها، لان السلفينايل يوريا بتغطي على وجودها. خلي بالك دي هي لها تو بايندنج سايت، واحد مشترك مع سلفينايل يوريا وواحد يونيك ما علينا. طيب ايه هي الادفيرس افكت؟ على فكره هي تقريبا نفس الادفيرس افكت، يعني اقدر اقول انها بتعمل هايبوجلايسيميا، طبعا تعمل هايبوجلايسيميا. طيب اقدر اقول انها بتعمل ويت جين؟ طبعا اقدر اقول انها بتعمل ويت جين، ولكن اقل كتير جدا من السلفينايل يوريا، سواء كانت الهايبوجلايسيميا او الويت جين. ليه؟ عشان هي رابط اونست وشورت ديوريشن، الديوريشن اوف اكشن بتاعها قصير جدا، فعشان كده الادفيرس افكت بتاعها هتبقى اقل كتير. لكن الريباجلينايد بالذات بيعمل نوزيا وبيعمل هيدك. ده سؤال شهير جدا 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 في الشفوي، وممكن يجي في الام سي كيو او يجي حتى شورت اس كويتشن، اللي هي ايه الادفانتجز اوف ناتجلينيدز او ناتجلينايد اوفر ريباجلينيدز؟ ايه هي كانت المميزات بتاعه الناتجلينايد عن الريباجلينايد؟ احنا خلي بالك ان احنا سائلين واحده منهم، ان هو سكريتد مينلي بيلاري، يبقى هو في العيان اللي عنده رينال امبيرمنت، ولا كانك شايف الرينال افكشن خالص، هو عن طريق البايل وبيتفرز في الستول 100 فل و10. طيب لور انسيدنس اوف هايبوجلايسيميا دي بقى حلوه قوي 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 قوي. فاكرين لما كنت بقول لك حط جنبه جلوكوز ديبندنت ولا ايه؟ جلوكوز نون ديبندنت. المجموعه دي جلوكوز نون ديبندنت، هتيجي على البوتاسيوم تشانل وملهاش دعوه خالص، الجلوكوز موجود ولا مش موجود، انت واكل ولا مش واكل، وهتقوم مطلعه انسولين. فوارد ان العيان يكون مش واكل والجلوكوز في الدم قليل وتطلع الانسولين، ما عدا الناتجلينايد.
عنده دم، الناتريوجلانايت ده عنده دم، بيبص الاول شويه على الجلوكوز، اذا لقى الجلوكوز قليل هيشتغل، اذا اسفه اذا لقى الجلوكوز حلو او عالي هيشتغل، طب لقى الجلوكوز نورمو جلايسيميا ما يشتغلش عشان ما يوطيهوش، يبقى هو عنده ايه diminished effect النورمو جلايسيميا. الجمله دي في اهم في غايه الاهميه، ودي تاني ميزه فيه. طب الميزه الثالثه less cardiovascular risk، دي بقى لها شرح. طيب خلينا نقول بقى قصة ليس كارديو فاسكولار ريسك دي مهمة قوي 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 قوي. هو شايف الرسمتين اللي قدامك دول؟ ايه ده؟ ده بوتاسيوم شانل اهي بتتقفل ب الناتيجرينيد او الناتيجرينايد وتعمل ديبولاريزيشن وتدخل كالسيوم، وكالسيوم يطلع جوه الخلية، بس انا مش شايف سكريشن. طيب امال دي ايه؟ دي بوتاسيوم شانل برضو هتتقفل بالناتيجلونايد وتعمل ديبولاريزيشن وتدخل كالسيوم وتطلع انسولين، يبقى دي البيتا سيل وبنكرياس. امال دي ايه؟ دي بتاعت الهارت. انت عايز تقولي ايه؟ عايز اقول لك ان في بوتاسيوم الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل، دي مش موجوده في البنكرياس بس، دي موجوده في خلايا كتير جدا في الجسم، واهم حاجه الموجوده في الهارت. ليه؟ لان كل المجموعه اللي هتقفل الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل بتاعت البنكرياس السلكتيفيتي بتاعتها مش كومبليت، ففي جزء منها هيشتغل على الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل الموجوده في الهارت، يقفلها ويعمل ديبولاريزيشن وتدخل كالسيوم، يبقى ممكن يعمل لي تاكي كارديا، يعمل لي شويه لخبطه في الهارت انا مش محتاجها اصلا. يبقى كل ما كان الدواء مور سيلكتيف على البوتاسيوم شانل الموجوده، الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل الموجوده في البنكرياس، يبقى كان اقل في الادفيرس افكت على الهارت. الناتجلونيد ده زي ما احنا اتفقنا ابن ناس، كل حاجه وحشه هو بيتجنبها، عارف اللي بيسمع كلام مامته، هو ده بالظبط. في العيان بتاع الرينال سلام يا عم، هو اصلا بيتفرز بالبايل ويروح للستول، مالكش دعوه خالص، ممكن استخدمه زي الفل في العيان بتاع الرينال. رقم اتنين عنده دم، ملوش دعوه الا بالليفل بتاع الجلوكوز، الجلوكوز نورمال او قليل ما يشتغلش، يستنى الجلوكوز عالي يشتغل. شفت ادب اكتر من كده؟ تالت حاجه بقى less cardiovascular risk، كمان ان هو مور سيلكتيف على الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل اللي موجوده فين؟ في البنكرياس. كم مره؟ 300 مره. عشان كده يا عم هو لسه ايه ادفيرس افكت. يبقى خلي بالك ان السلفينايل يوريا ممكن تشتغل هنا، الريباجلينايد ممكن يشتغل هنا، الناتيجلونايد اقل واحد فيهم خالص 300 مره اقل منهم في الشغل على الاي تي بي سنس بوتاسيوم شانل اللي موجوده في الهارت، وبالتالي هو less cardiovascular risk. طيب ايه هي دراج انتر اكشن بتاعت هذه المجموعه؟ انزيم اندكشن وانزيم انهبيشن. ليه؟ انا لسه قايله لك هم سبستريت للسيتوكروم بي 450، عشان كده اي ادويه هتعمل انهبيشن على السيتوكروم بي 450 هتزود الاكشن بتاعها وتزود الهايبوجلايسيميا، اي ادويه هتعمل اندكشن على الهيباتيك مايكروزومال انزيم سي واي بي 450 هتعمل لي اوبوزنج الايفكت بتاعهم، يعني هتقلل الايفكت بتاعهم. تاني هقول لك اشمعنى دول، عدت علينا ادويه كتير في المنهج ما عملتش فوكس على الانزيم انهبيشن والانزيم انديوسر او اندكشن، عشان دول بيدوني فيتال ادفيرس ايفكت هايبوجلايسيميا، فلازم اعمل فوكس عليهم واصورهم. طيب الريباجلينايدز بقى انا اختصيته لوحده في حته كده بكلام، ريبورتد تو برودوس سيفير هايبوجلايسيميا وين يوزد ان بيشنت تيكن جيمفيبروزيل. جيمفيبروزيل ده عباره عن ايه؟ فاكرينه؟ خدتوا البلاط؟ ارجعوا كده بذاكرتكم، قابلتوا فين الجيمفيبروزيل ده؟ في الهايبر ليبيديميا، ده بيستخدم دواء بيستخدم في الهايبر ليبيديميا. والعيان بتاع السكر ده ممكن استخدم فيه ادويه الضغط، ادويه القلب، ادويه الهايبر ليبيديميا، ده كوليكشن مع بعض كده، ميتابوليك سندروم كوليكشن مع بعض. طيب يبقى انا لو هدي للعيان ده الريباجلينايد او الريباجلينيد مع الجيمفيبروزيل، ايه المشكله؟ الجيمفيبروزيل ده فوكسد ان هو انهبيتور على سي واي بي 2 سي 8، 2 سي 9 ده بتاع الوارفرين على فكره ما تنسوش، ده بقى 2 سي 8 هو انهبيتور عليه. على فكره ممكن الاقي دواء ملوش دعوه بالسي واي بي خالص الا واحد بس، هو ده كده مش انزيم انهبيتور خالص، ولكن على سي واي 2 سي 8 بيعمل انزيم انهبيشن، وعلى حظه بقى نقى ده بالذات اللي هو اصلا الريباجلينايت سبستريت ليه، يعني هذا الانزيم بالذات بيكسر الريباجلينايت. والجيم في بروزيل هو انهبيتور على هذا
الانزايم. عشان كده خلي بالك لو العيان عنده هايبر ليبيديميا وانت بتستخدم فيه الكونكوميتانت يوز معاهم ممكن يؤدي الى هايبوجلايسيميا، هي انهبت التكسير بتاع الريباجليدايد، وبالتالي العيان ده ممكن يبقى مور برون للهايبوجلايسيميا. طيب عشان ما نتوهش من بعض كده، يبقى احنا اتكلمنا عن ايه لحد دلوقتي؟ احنا كنا بنتكلم عن الانسولين سكريتاجوجز اللي هم الدراجز اللي بتستخدم في الدايابيتس وتزود الانسولين سكريشن. خدنا منهم اثنين، سلفونيل يوريا واخواتهم الصغيرين اللي هم قلنا تشالوا دلوقتي من السوق علشان سلفونيل يوريا عامله الاكشن بتاعهم وزياده، اللي هم الميجلوتينيدز او الميجلوتونايدز. طيب ايه المجموعه اللي بعد كده بقى؟ ايه الانكريتين سيستم ده؟ دي ايرا جديده جدا 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 ومهمه ولذيذه جدا على اقصى درجه، وبقى فتحت الباب لادويه كتير جدا 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 في السكر. ايه بقى هو الانكريتين سيستم ده؟ عندي حاجه اسمها انكريتين هرمونز. الانكريتين سيستم هو الهرمونز بالاكشن بتاعهم. الانكريتين هرمونز ار هرمونز بروديوسد من الجي اي تي ان ريسبونس تو نيوترينت ان تيرن ستيميليت الانسولين سكريشن. كل كلمه محسوبه. يعني ايه انكريتين هرمونز؟ هي عباره عن هرمونات بتتفرز من الجي اي تي ان ريليشن تو نيوترينت، يعني لما العيان ياكل او لما الانسان، على فكره ده في الطبيعي، انا بتكلم دلوقتي انكريتين سيستم في الانسان الطبيعي، الانسان العادي اللي في العالم، انا وانت وغيرنا 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 والناس اللي ماشيه في الدنيا كلها. في عندنا حاجه اسمها انكريتين هرمونز، هرمونات بتتفرز من الجي اي تي تراكت ان ريسبونس تو نيوترينت لما يبدا الانسان ياكل، بتستيموليت الانسولين ريليز، ده طبعا ده خلقه ربنا عشان يطلع الانسولين بعد الاكل يقوم يقلل الجلوكوز اللي انت كلته ما تحصلش الهايبر جلايسيميا ويوزعه على الاورجن انسولين سنسيتيف ويستخدمه ويبني الجسم والدنيا بيس ونعيش زي الفل. ايه هم بقى الانكريتين هرمونز دول؟ ده على فكره عيله كبيره جدا جدا جدا، شويه كده حبه كوشه، ولكن اللي اكتشفوا لحد دلوقتي وعرفنا نفصلهم ونطلعهم ونعرف لهم اكشن اثنين، الجي ال بي 1 والجي اي بي، جلوكاجون لايبيبتايد 1 والجلوكوز انسولينوتروبيك بوليبيبتايد، او اختصارا الاسم الاعم والاشمل اللي هتسمعه كتير جي ال بي 1 وجي اي بي. طيب تعالى يا عم نسمع او نعرف ايه قصه الانكريتينز دول. ادي القصه بالظبط، اول ما تيجي تاكل انجشن اوف فود ايه اللي بيحصل؟ خلايا في الستومك وخلايا في السمول انتستين بتقوم مطلعه اتنين هرمونز اللي بنسميهم الانكريتينز، طبعا كتير قلنا مجموعه كتيره بس اشهرهم الاثنين دول الجي ال بي 1 والجي اي بي. يعملوا ايه دول؟ يروحوا على البنكرياس على البيتا سيل والالفا سيل، على الالفا سيل يقوموا مقللين الجلوكاجون ريليز، على البيتا سيل يقوموا مزودين الانسولين ريليز. بيعملوا حاجات تانية؟ اه بيعملوا حاجات تانية هنشوفها في رسمة تانية، لكن انا عايز اقول لك في الرسمة دي ايه مشكلة الجي ال بي 1 والجي اي بي دول. ان طيب الهاف لايف بتاعتهم مينتس، ليه الهاف تايمز لايف بتاعتهم قليلة قوي كده؟ ليه عمرهم في السيركيليشن قليل قوي كده؟ عشان الانزيم ده الاخضر ده الدي بي بي 4 انزيم بيكسرهم بسرعة، بيكسرهم بسرعة. تاني اهو ان ريليشن تو انجيشن اوف فود مع الاكل، يبقى رقم واحد مع الاكل. انا بتكلم على ايه يا جماعه؟ انا بتكلم على حاجه بتحصل فينا كلنا في الطبيعي، مش في الدايابيتك، في الناس كلها في العالم كله. الانجشن لاي نيوترينت لاي اكل هيقوم عامل ستيميليشن للريليز اوف هذه الانزيمز، في جزء منها بيطلع من خلايا الاستومك وجزء بيطلع من السمول انتستين. هذا الكوليكشن بتاع الانكريتين هرمونز اهمهم اتنين، الجي ال بي 1 والجي اي بي. اهو الاثنين دول اهو بيعملوا لي حاجات مهمه جدا. ثلاث حاجات المهمين اللي بيعملوها، بيروحوا للبنكرياس ستيميوليت الانسولين ريليز وديكريز الجلوكاجون، اهو حاجتين على البنكرياس، كريز الانسولين ديكريز الجلوكاجون. ركز، هو انا محتاجه الجلوكاجون وانا واكل وداخل لي جلوكوز؟ ده انا قلت لك ان ريليشن تو انجيشن اوف نيوترينت، يبقى انا مش محتاج الجلوكاجون، انا محتاج انسولين، يبقى هتطلع الانسولين وتقلل الجلوكاجون. تعمل ايه تاني؟ تعمل على الجي اي تي ديلاي الجاستريك امتي على الاستومك، تقول لها ما تفضيش بسرعه بالراحه. ليه؟ عشان لما لو فضت بسرعه الابزوربشن هيحصل بسرعه، الجلوكوز هيعلى في الدم بسرعه، ده رحمه من ربنا عشان يبقى متنظم طلوع الجلوكوز فينا كلنا، يبقى طلوعه بالراحه، يبقى ما يحصلليش انا بعد الاكل هايبر جلايسيميا. انا بني ادم طبيعي لو استلي الصايم فاطر في اي وقت مش هيعدي ال 200، هو عشان القصه دي كمان السلول جاستريك امتي. وتالت حاجه يروح على البرين يقول له شبعت، استيموليت الساتايتي سنتر يقول له وقف اكل. طيب امال ايه بقيه الرسمه دي؟ بقيه الرسمه دي ان خلي بالك بقى لما هما طلعوا وعملوا ديلي الجاستريك امتي وعملوا انديوس الساتايتي ستيميليشن للساتايتي سنتر في البرين، مركز الشبع يقول له خلاص وقف انا شبعت، هيقوموا رايحين على البنكرياس
دي اول حاجه واهم حاجه. شوف حتى السهم تقيل ازاي، ده اهم اكشن واكتر اكشن، ده المين رقم واحد على البنكرياس، يزودوا ريليز اوف انسولين ويقللوا الريليز اوف جلوكاجون. يعني ايه؟ يعني هيعمل الاكشن بتاعت الانسولين اللي هي انكريز الانابوليك افكت، ويبني وياخد يخزن في المصل، ويقلل الدستراكشن اوف بروتينز، وعلى الليفر هيقلل الجلوكونيوجينيسيس ويقلل الجلايكوجينوليسيس ويزود الجلايكوجينيسيس، خلاص الاكشن اللي احنا حافظينها بقى، ويزود اللايبوجينيسيس. يبقى هو كانه عمل لي الاكشن بتاع الانسولين، هو في حقيقه الامر هو المين ستيمولنت للانسولين بعد الاكل. طيب ونفس القصه تيك كير الاسود ده، شوف دايما منكد عليك عيشتك ان هم اللايف سبان بتاعتهم في السيركيليشن قليلين، قليل جدا، دقايق، عشان اللي قاعد لهم بالمرصاد ده الانزيم اللي اسمه داي ببتيداي ببتايديز فور انزيم، بيكسرهم بسرعه. طيب تعالى شوف بقى كمان الفانكشن اوف انكريتين ده بيعمل لي ايه. ده مش بس جاست ان هو على بيعمل لي ساتايتي وديكريز الجلوكوز برودكشن ويزود الانسولين ويقلل الجلوكاجون، ده بيعمل اكشن بيوند ذس بكتير. عشان كده هو ايرا جديده، انا قلت لك مجموعه الدراجز دي ايرا جديده جدا. تعالى بص هنا شوف ايه، بيزود الكالسيوم ليفل في البون. تعالى شوف هنا بيعمل ايه، بروتكشن على الهارت ويقلل الاثيروسكليروسس ويقلل الاندوثيليوم ديسفانكشن. تعالى على البرين بيزود الكوجنيتيف فانكشن، مش بس بيقلل فود انتيك، الكوجنيشن بيزود الكوجنيشن. تعالى على البيتا سيل بقى بيعمل حاجه روعه روعه روعه، انكريز البيتا سيل ايه، بروليفريشن. الله، ده في دواء ممكن يحفز خلايا البيتا انها تنقسم وتكتر. ايوه، لكن لسه مش بروف 100%، لكن فعلا في السيرش، في ريسيرش طلعت معانا، لكن لسه على الهيومن. هل بقى بعد استخدامه لفترات طويله؟ ده الله اعلم، ده اللي هنشوفه. طيب يبقى السمري الافكت على الديفرنت اورجانز اهو اللي احنا قلناه، واهمها طبعا هو الريليز اوف ايه، اوف انسولين من البنكرياس. طيب ادي هي الرسمه اهي، الفود انجيشن. يبقى تاني عشان اطلع من القصه دي، ايه هو الانكريتين سيستم؟ الانكريتين سيستم هم الانكريتين هرمونز اللي بيطلعوا بالاكشن بتاعهم اهو، بالانكريتين اكشن، ده الانكريتين سيستم، الجي ال بي 1 والجي اي بي مع الاكشن بتاعهم. طب هل هم دول بس الجي ال بي 1 والجي اي بي؟ لا يا عم، ده ممكن يطلع 3000 واحد بعد كده، بس احنا اللي نعرفه لحد دلوقتي هم دول، ويزودوا الانكريتين اكشن. طيب بدأوا العلماء يفكروا، خلي بالك ده بيزود الانسولين ريليز، يعني ممكن اطلع منه انسولين ايه، سكريتاجوج. لو ترجع بذاكرتك كده للسلايدز الاولانيه، ده انا كنت حاطه فيهم اتنين دي بي بي 4 انهبيتور. الله 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 الله، ازاي؟ طب هو انا لما اعمل دي بي بي 4 انهبيشن يبقى انا عملت ايه؟ منعت تكسيرهم، يبقى الدقايق اللي كانوا قاعدينهم في السيركيوليشن هيزيدوا وهيقعدوا فتره اطول. فعلا ده اول مجموعه نزلت في السوق، الدي بي بي 4 انهبيتورز اللي تعمل انهبيشن للدي بي 4 انزيم اللي في الجسم، تقوم تزود الاندوجينوس دي اللي بي 1 والجي اي بي ديوريشن اوف اكشن، تقوم تزود الانكريتين افكت. طيب دي مجموعه اهي، طب نقوم يفكروا يقولوا طب ما نجيب الجي اللي بي 1 ده والجي اي بي ونحطه جوه الجسم، ده هرمون، ده هرمون، الجي اللي بي 1 والجي اي بي دول هرمونات اسمهم انكريتين هرمونز. طيب صنعوهم وهم يستخدموهم هيومن بقى، انا واخد بتاع الهيومن وحطيته زي ما هو، عملت له اكثر في خليه خميره أو, او 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 زي ما عملنا الانسولين ورجعنا حطيناه تاني في الجسم، اتفاجئوا ان برضه الدي بي بي 4 بيضربهم. طب ولو اديتهم واديت دي بي بي 4 انهبيتور، ده انا بعمل مشكله كبيره جدا، انا موقفه التكسير وبزود الليفل قوي، لا ده مشكله كبيره جدا. فاكتفوا بالدي بي بي 4 انزيم انهبيتورز عشان ازود الديوريشن بتاعهم، وبداوا يلعبوا بقى في الجزء ده عشان اعمل حاجه شبيهه ولكن اوف لونج ديوريشن او نوت ريكوجنايزد بالدي بي بي 4 الا بعد فتره طويله، وفعلا قدروا العلماء يطلعوا ده. يبقى انا عندي دلوقتي من الانكريتين سيستم طلعوا لي مجموعتين اتنين مهمين جدا، دي بي بي 4 انهبيتور عشان ازود الديوريشن بتاع الجي ال بي 1 والجي اي بي، وانالوجز للجي ال بي 1 والجي اي بي، انالوجز شبيهات زي شبيهات الانسولين كده بالظبط، تعرف الريسبتور تشتغل عليه، ونون اميونولوجيكال يعني ما بتستميليتش الاميونيتي بتاعت الجسم ولا يحصل لها انتي بودي، وتديني افكت كويس جدا الانكريتين اكشن ده. طيب عشان كده جه اول مجموعه بقى عندنا اللي احنا حاطينها اصلا في السلايد الاولانيه، الدي بي بي 4 انهبيتورز او الداي ببتيدايل ببتايديز 4 انهبيتورز، دي مجموعه انسولين سكريتاجوج. طيب انا مش هتكلم عنها، انت اللي هتتكلم. بيشتغلوا ازاي؟ بيشتغلوا عن طريق انهبيت الديجراديشن اوف جي ال بي 1
والجي اي بي يمنعوا تكسيرهم، يقوموا يزيد الليفل بتاعهم في السيركوليشن. طب ولما يزيد الليفل بتاعهم في السيركوليشن جاوب عليا يعملوا ايه؟ اه انا لسه عارف ان هم هيزودوا الانسولين ريليز، هيقللوا الجلوكاجون، هيعملوا استيميليت الساتايتي على البرين وديلي الجاستريك ام تي. يبقى انا استفدت وقللت الايه؟ الهايبوجلايسيميا اللي تحصل بوست برانديال. 10 على 10 هي دي الاجابه فعلا. طيب دي الممبرز بتاعتهم اللي موجودين في السوق، السيتا جليبتين والفيلدا جليبتين، دول اول اتنين نزلوا، ودول برضو اورال، بيتاخدوا اورال، بيستخدموا في التايب 2 دايابيتس عن طريق انهبيشن للدي بي بي 4 انزيم. طيب اهم حاجه بس ادجست الدوز في رينال ديسفانكشن، دي بس تاخد بالك منها ان الاكسكيوشن بتاعهم رينال، فخلي بالك لو العيان عنده رينال ديسفانكشن. دي الحاجات اللي موجوده فعلا فيهم في السوق، السيتا جليبتين واللينا جليبتين والساكسا جليبتين والالو جليبتين، وده الاسامي بتاعتهم في السوق. ده جانوفيا ده اول واحد نزل واشهر واحد فيهم جانوفيا، وبعدين اللينا جليبتين ده تراجنتا، الانجليزا والنسينا ده. الله الله الله، خدت بالك خدت بالك انا قلت ايه؟ يبقى دول ولاد ناس زي مين؟ زي ناتيكلونايد او ناتيكلونيد، ميكانيزم اوف اكشن جلوكوز ديبندنت. طب وانا مغمض ومش واخد بالي اهو ومش مركز، او مش يعني ما قريتش، جلوكوز ديبندنت يعني ايه؟ يعني بيعتمدوا، بيقيسوا الاول، بيقروا الاول ليفل الجلوكوز في السيركوليشن. لو الجلوكوز عالي يشتغلوا ولا مش يشتغلوش؟ اه هيشتغلوا. طيب لو الجلوكوز نورمو جلايسيميك او مش موجود مش هيشتغلوا. ارجع كده للسلايد بتاعت طلوعهم اصلا اللي هي دي، فاكرين اهي اهو، ان ريليشن تو انجيشن اوف فود، هم اصلا ما بيطلعوش لما في يكون في جلوكوز في الدم، وهي دي الحقيقه فعلا، هم جلوكوز ديبندنت، جلوكوز ديبندنت، دي مهم قوي 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 قوي. طيب لما اقول لك انهم جلوكوز ديبندنت يبقى الهايبوجلايسيميا بتاعتهم فيري رير، يبقى انسولين سكريتاجوج ولكن هايبوجلايسيميا انسدنس قليل جدا، ده عشان هم جلوكوز ديبندنت. ماشي. طيب الميكانيزم انهبيت الدي بي بي 4 انزيم ريسبونسبل فور ان اكتيفيشن اوف دي جي ال بي 1 والجي اي بي اللي احنا قلنا خلاص حفظناهم اللي هم الانكريتينز، الانهبيشن بتاعهم هيزود الليفل وبالتالي هيزود الاكتيفيتي، هيبرلونج الاكتيفيتي بتاعتهم، اللي هما انهبيت الجلوكاجون، انكريز الانسولين، ديكريز الايه الجاستريك ام تي، وامبروف الساتايتي، وكل هذه الاكشن تؤدي الى ايه؟ ديكريز في البلاد جلوكوز. استخداماتهم بقى كمونو سيرابي، ممكن يستخدموا لوحدهم او يستخدموا كومباينيشن مع، خلي بالك بقى خلي بالك، كومباينيشن مع ايه؟ الميتفورمين او سيازولي دانديونز اللي هما ايه؟ انسولين سنسيتايزر. ما بحطش اتنين سكريتا جوج مع بعض عشان ده اكس هوست البنكرياس، يبقى ممكن يستخدموا كمونو سيرابي او يستخدموا كومباينيشن مع اي حد من الانسولين سينثايزر سواء كان الميجليتينايدز او السايزويدانديونز. طيب نركز معايا بقى في الحته دي، ايه هي الادفيرس افكتس بتاعت هذه المجموعه؟ تعالى بص كده نركز فيها شويه، نيزو فارنجايتس، ايتس، انفلاميشن، ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، انفكشن انفلاميشن وانفكشن، بروديوس بليستر سكين ليجن وبانكرياتايتس. طب امال انا عديتهم ايه؟ دي حاجات نون سبيسيفيك، شويه هيدك، سكين راش، والرجيك رياكشن، مع اي حاجه في الدنيا ممكن يحصل الرجيك رياكشن، بس هنا سيفير شويه هقول لك ليه ان شاء الله. الفيلدا جليبتين سكين ليجن وبنكرياتايتس، يبقى خلي بالك ايتس 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 ايتس، يبقى انفلاميشن. ليه هي بتزود الانستنس اوف انفلاميشن والالرجي شويه؟ الدي بي بي 4 انزيم ده ممبرين باوندد انزيم اسمه بيبتايديز، له اسم تاني اسمه سي دي 26، موجود في حتت كتير جدا في الجسم، موجود في الدم بيكسر الجي ال بي 1 والجي اي بي، موجود في الليفر، موجود في اللنج، وموجود في الانتستين، موجود في الكدني، وموجود على التي سيل والبي سيل والناتشورال كيلر سيل. له علاقه بالاميونيتي والانفلاميشن، سبريشن للانفلاميشن، يعني له علاقه بالفانكشن بتاع هذه الخلايا، مهم للفانكشن بتاع التي سيل والبي سيل والناتشورال كيلر سيل. عشان كده لو عملت له انهبيشن ممكن شويه يزيد الانفلاماتوري افكت من استخدامه. يبقى عشان وجود هذا الانزيم في بعض الانفلاماتوري سيلز. طيب يبقى احنا قلنا المجموعه الاولانيه اللي فكروا فيها في عائله الانكريتين ان انا اعمل دي بي بي 4 انهبيتور، امنع تكسيرهم واطول الديوريشن بتاعهم شويه. طب يا عم هم خساره، يعني هم نفسهم الجي ال بي 1 والجي اي بي دول خساره، بالذات الجي ال بي 1 هو اقوى كمان على فكره كتير جدا من الجي اي بي اللي هو جلوكاجون لايك بيبتايد 1. فكروا يعملوا ايه بقى؟ ياخدوا الجي ال بي 1 بتاع الهيومن ده ويلعبوا فيه شويه عشان يطلعوا لي حاجه تقدر تعمل افكت، على فكره شغل عالي، ما هوش يعني علماء بتفكر ومعامل شغاله ودنيا. طيب
وطلعوا فعلا حاجه عندنا اسمها الجي ال بي 1 اجونست، اللي منها مثال الساكسندا. الساكسندا طيب، يبقى الجي ال بي 1 اجونست اللي طلعوهم واللي موجودين في السوق عندنا في البايتا او الاكسيناتيد، الاكسنتيد او الاكسيناتيد، الاكسنتيد ده اللي هو البايتا، والفيكتوزا او اللايرا جلوتيد. على فكره يعني ممكن تقابل ناس بتستخدم الدواء ده بقاله في السوق سنتين او اكتر، فممكن تقابل ناس كتير جدا بيستخدموه. والمجموعه دي بقى بالذات خلتني اشيل كلمه اورال هايبوجلايسيميك دراجز او اورال انتي دايبيتيك دراج. كلمه اورال دي ما عادش موجوده، لان دول ادويه بتتاخد بالانجكشن. ليه بيتاخدوا بالانجكشن؟ ده هو جي ال بي 1 انالوج، وانا لسه قايله لك الجي ال بي 1 ده ايه، هرمون بروتين، يبقى ما ينفعش تاخد اورال، هيتكسر اورال، يبقى بيتاخد بالانجكشن. يبقى هذه المجموعه هي اللي لغت مسمى اورال انتي دايابيتيك دراج، لان اصبح الموضوع مش اورال. خلي بالك الدي بي بي 4 انا كنت بقول لك بيتاخد اورال، لكن اصبح الموضوع هنا بقى حقن انجكشن. طيب ايه الفرق ما بين البايتا والفيكتوزا او الاكسينتايد او الاكسنتيد واللايرا جلوتيد؟ ايه الفرق ما بين الاثنين، اللايرا جلوتيد والاكسنتيد او الاكسيناتيد؟ ايه الفرق ما بينهم؟ تعالى بص الفرق هيبقى باين في الرسمه دي اكتر. بص ده البايتا، من كتر الريسيرش والابحاث والناس اللي شغاله فعلا ومخها شغال وبتدور، اكتشفوه بالصدفه طالع من السلايفا، سليفري سكريشن بتاع الجيلا مونستر سحليه. وصلوا يعني لا اله الا الله، وصلوا للسلايفا بتاعت السحليه طلعوا منها جي ال بي 1 بس كان، وجربوه طبعا وحطوه في الهيومن ولقوه بيشتغل على الريسبتور وبيديني الاكشن بتاع الجي ال بي 1 اللي احنا حفظناها، بيزود كذا ويزود كذا والساتايتي ودليل جاستريك امتي، وفي نفس الوقت الاميونيتي ما بتضربوش، الاميون سيستم ما بيضربوش وبيمسك في الريسبتور وزي الفل مع بعض تغيرات يعني حصلت فيه. فده كان الايه، الاكسنتيد اول واحد طلع اللي هو البايتا او الاكسنتيد اللي جاي من الجيلا مونستر سلايف. طيب امال تاني واحد بقى اللايرا جلوتيد او الفيكتوزا، ده بقى هيومن، ده هيومن، ده الاي جي ال بي 1 بتاع الهيومن خدوه وظبطوه وبقى يمسك في الريسبتور ويديني الاكشن، ومش انتيجينيك ولونج ديوريشن ما بيلاحظوهوش. والدي بي بي 4 اللي بعد مده، اقول لك بعد مده قد ايه، اللايرا جلوتيد ده بيتحقن يوميا مره في اليوم، مره واحده بس في اليوم. في بقى الساكسين ده بتتحقن مره في الاسبوع تقريبا، مش فاكره قوي، بس فيهم واحد مره في الاسبوع. طب اقول لك حاجه بقى تانية، فيهم واحد مره في الشهر. شفتوا وصل الديوريشن اوف اكشن بتاعته لحد فين؟ طيب خلينا نرجع تاني بقى للسلايد دي، هنتكلم عن الجي ال بي 1 اجونست اللي هم البايتا او الاكسنتايد او الاكسيناتيد اللي جاي من السلايفا اوف جيلا مونستر، والفيكتوزا اللي جاي هيومن ريكومبيننت تي ان اي تكنولوجي جي ال بي 1 خدناه وعدلناه. ايه هي الميكانيزم اوف اكشن بتاعتهم؟ ولاد ناس، يبقى ثالث ولاد ناس خدناهم، الناتيجلونيد والدي بي بي 4 انهبيتور والجي ال بي 1 جلوكوز ديبندنت، يحترموا وجود الجلوكوز، وده ماشي مع طلوعهم اصلا ان هم بيطلعوا ان ريليشن تو نيوترنت. يبقى الجي ال بي 1 دول انالوجز للناتشرال هرمونز انكريتين الموجود في الهيومن، انكريز الجلوكوز ديبندنت انسولين سكريشن. ها خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك، الكلمه دي مهمه قوي، جلوكوز ديبندنت خلاص، وبالتالي هيقلل الجلوكاجون، يزود البيتا سيل، ودليل جاستريك امتي، وديكريز الفود انتيك، وانكريز البيتا سيل. ايه بقى؟ ريبليكيشن اند جروس. دي الحاجه بقى الرائعه الجديده اللي اكتشفوها، واللي لو صح استخدامها ممكن تجنبني مشاكل كتيرة جدا جدا جدا. عارف يعني ايه ريجينريشن في البيتا سيل؟ يعني تطلع تاني بعد ما اتكسرت. وهي ادي الميكانيزم اوف اكشن، خلاص احنا حفظناها بقى، ان هما جي ال بي 1 هيروحوا ستيموليت الانسولين ريليز، انهبيت الجلوكاجون ريليز، والاكشن الباقيه على البرين وعلى الساتايتي. وقلنا اتفقنا اهو، ادي الاكسنتايد اللي هو جيلا مونستر سلايفا، جاي من السلايفا بتاع الجيلا مونستر، وكان البايتا بس للاسف هو شورت اكتنج بيتحقن مرتين في اليوم. بعد كده طلعوا بقى اللونج اكتنج هيومن انالوج باخدان الهيومن، وانالوج يعني تعديله بسيطه خلته يعرف يمسك في الريسبتور ومبقاش سبستريت قوي للدي بي 4، ويزودوا ديوشن اوف اكشن، وطلع عندي الفيكتوزا والساكسندا. طيب
ده برضو بيقول لك، بيشرح لك الفرق ما بين الهيومن جي ال بي 1 اهو اهو. بص ده الهيومن جي ال بي 1 وده اللايراجلوتيد. فاكرين الانسولين انالوجز؟ فاكرين تغير بسيط في جزيء ما ياثرش على الانتيجينيسيتي ويخلي الريسبتور يعرف يمسك دراج، يعرف يمسك في الريسبتور؟ ده جه ازاي؟ مجهود يا باشا، مجهود، ترايلز ايرور، شغل. ده سمري للإفكت بتاعه اللي احنا برضو خلاص ان شاء الله حفظناه. بس ما تنساش بقى البوتنشال، خلي بالك بوتنشال يعني ايه؟ يعني ما ثبتتش 100%. بوتنشال انكريز في البيتا سيل ماس which will be marvelous انها تحصل يعني. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على الانسولين سكريتا جوجو وخلصناهم الحمد لله. بنتكلم دلوقتي بقى على الانسولين سنسيتايزرز. خلاص دي المجموعه اللي هتحسن اداء الانسولين على الريسبتور او على البوست ريسبتور ميكانيزم. فاكرين كنا بنقول فيها مين؟ فيها البايجوانايدز والسيازوليدانديونز. اول حاجه خالص البايجوانايدز اللي هو الاسم في السوق الميتفورمين، وفي بقى اسم التاني السيدوفاج او الجلوكوفاج، اشهر من نار على علم. طيب البايجوانايدز اهم حاجه نعرفها فيها اللي هي الميكانيزم اوف اكشن. هي على فكره كان فيها كذا واحد او فيها اتنين بس خلاص اللي فاضل دلوقتي الميتفورمين، ما تشغلش بالك بالقديم. الميتفورمين او الميتفورمين ده هو اللي موجود دلوقتي، وقلنا اللي هو الموجود في السوق بالسيدوفاج او الجلوكوفاج وشهير جدا. الميكانيزم اوف اكشن بتاعها اهم 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 حاجه زياده السنسيتيفيتي في الانسولين ريسبتورز. اسمها من اسمها انسولين سنسيتايزرز، قلنا بس ده تسهيلا ان عشان باي جوانايدز اي يبقى السنسيتيفيتي اهي، والسلفينايل يوريا يو يبقى انكريز النمبر اوف ريسبتورز. طيب تاني حاجه في الميكانيزم اكشن مهمه جدا، يبقى رقم واحد انكريز السنسيتيفيتي اوف ريسبتور، دي مهمه جدا. رقم اتنين ديكريز الانتستينال جلوكوز ابزوربشن، وده اللي خلى السيدوفاج او الجلوكوفاج بتوصفه بغزاره في فتره من الفترات الى العيان الاوبيز في العيادات بتاعه النيوتريشن. لما يجي العيان يخس يقول له خد الدواء ده بيخسس. اه فعلا في بعض الناس اللي هم بياكلوا جلوكوز كتير او الانجكشن اوف جلوكوز بتاعهم بيبقى ماركت، لو خد الميتفورمين هيقلل انستاين الجلوكوز ابزوربشن وهيحسن عنده شويه الاوبيزيتي. لكن الاوبيزيتي لها اسباب كتيره جدا، مش بس ايه زياده الشوجر انتيك. طيب وبيقلل بقى الهبات الجلوكوز برودكشن والجلوكونيوجينيسيس، وبيزود الابتيك واليوتيلايزيشن اوف جلوكوز. يبقى اهم ميكانيزم اوف اكشن انكريز السنسيتيفيتي، يليها ديكريز الانستاين ابزوربشن، يليها ديكريز الهبات الجلوكوز برودكشن، يليها انكريز الابتيك اوف جلوكوز واليوتيلايزيشن بتاعه. يبقى اتنين انكريز واتنين ديكريز. ده المتفورمين اهو، decrease the hepatic glucose production, enhance the uptake, decrease the insulin resistance and net result بتاعه ال reduction of بلازما جلوكوز. خلي بالك شوف ان precious mechanism لسه unknown، يعني واضح ان الدواء ده beyond اللي احنا بنقوله على فكرة، beyond شوية الكلام ده، لكن لان احنا بنستخدمه في حاجات كتير جدا وبنحطه في حاجات كتير كده بينفع. طيب اهم حاجه في الكايديتك بتاعته ان هو تقريبا توتالي اليمينيتد عن طريق الكدني، نو بايو ترانسفورميشن. طب انا استفدت ايه؟ الله زي الفل. لا لازم يكون فيها فايده، فيها فايده ان الليفر الكدني ديس اوردر يبقى انا مش هقدر استخدمه لان هو توتالي اكسكريتد من الكدني. طيب فيها فايده كمان ان ما فيش بايو ترانسفورميشن، ما عنديش دراج انتر اكشن على الانزيم اندكشن والانهبيشن، ما عنديش دراج انتر اكشن على الانزيم اندكشن والانزيم انهبيشن. يبقى دي اهم حاجه في الكاينتيك ان هو توتالي كدني اليمينيشن ونو بايو ترانسفورميشن. طيب ايه هي الثيرابيوتيك يوزز؟ هتلاقي هنا يعني اسمعني الاول وبعد كده ركز مع الموضوع ده. ممكن بعد نعيش مكان العمر لو سمعنا الفويس ده او الليكتشر دي بعد سنتين نلاقي الجايد لاينز اتغيرت. زمان كانوا بيقولوا الجايد لاينز دي رقم واحد الاوبيز يبقى ميتفورمين، النون اوبيز يبقى سلفينايل يوريا. وانت مغمض بيجي لك عيان دايابيتك اوبيز خد ميتفورمين، دايابيتك نون اوبيز خد سلفينايل يوريا. دي كانت جايد لاينز قديمه، وانا لسه قايله لك ان المنظمات بتاعت امريكا واوروبا بكل سنه بتجتمع وتغير الجايد لاينز كل كام سنه او على حسب الدراجز اللي طلعت وعلى حسب طول السنه البيشنت بتاخد ريكورد من كل البيشنت في انحاء العالم. فالجايد لاينز الجديده انا بدخل على العيان باللايف ستايل موديفيكيشن، ما استجابش باللايف ستايل موديفيكيشن بضيف عليه الميتفورمين، ما استجابش باللايف ستايل الميتفورمين يا بضيف واحد على الميتفورمين يا اما بستبدله بواحد تاني. فعشان كده هتلاقيه نون انسولين ديبندنت اللي هو تايب 2 لو كانت دايت وما جابش افكت، ده ماشي مع الجايد لاينز. هتجرب مع الاول اللايف ستايل موديفيكيشن او الدايت اللي هو دايت جزء من اللايف ستايل يعني، ما استجابش خلاص خش بالميتفورمين. طيب دي القديمه بقى اللي هو كان نون اوبيز، يعني كنت بستخدم فيه الاول السلفينايل يوريا ما جابتش افكت حلو،
اقوم انا شفت على الميتفورمين، دي القصه القديمه. طيب حته مهمه جدا 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 جدا، فاكرين الكلوروبروباميد او الكلوروبروبامايد بتاع السلفينايل يوريا لما قلنا ان هو بيستخدم في الدايبيتس انسيبيتس سنترال او كرينيال دايبيتس انسيبيتس، وقلنا ان البروبر ميكانيزم مش معروف، اهو هنا برضو في حاجه كده. اول حاجه نسمعها اهو بعيد عن الدايبيتس في الليله دي كلها، ان الميتفورمين از افكتيف ان تريتمنت اوف بوليسيستيك اوفري ديزيز. طيب ايه هي البروبر ميكانيزم اللي تخلي الميتفورمين يستخدم في البوليسيستيك اوفري ديزيز او البي سي او ده بقى؟ ايه هو البي سي او اصلا؟ من اسمه بولي سيستيك اوفري ديزيز، يعني الاوفري في الفيميل المبيض يبقى مليان سيستس كده، وبالتالي الاوفيليشن يبقى مش متظبط، يبقى عندها ايريجولار منستريشن وفرصه الاوفيليشن والبريجنسي قليله جدا. وجدوا ان الميتفورمين او الميتفورمين ستيموليت الاوفيليشن وبيظبط المنستريشن ويزود الفرصه انها تو جيت بريجننت عن طريق انكريز السنسيتيفيتي للاوفري للاستروجين والبروجستيرون. في ناس بتقول ان بروبر ميكانيزم ما احناش عارفينها، لكن في ناس بتقول ان النتيجه انه بيحسن الانسولين ريزيستنس، فهو كمان بيحسن الاوفريان سنسيتيفيتي. وفي ناس بتقول لا، ده هو تحسين الانسولين ريزيستنس هو اللي بيعمل كده. هل البيضه ولا الفرخه، مين الاول مين التاني؟ المهم ان ثابت بالقطع وبالدليل ان الميتفورمين بنسبه كبيره جدا بيحسن لي البي سي او، بيستخدم في البي سي او. اللي تاخد بالك منه هنا ان ده اكشن غريب بعيد عن الدايبيتس، زي الكلوروبروماميد في السلفونايل يوريا. السايد افكت، طيب خلينا نرجع كده للاكشن. خلي بالك كده وانا بقول ان الاكشن بتاعه ديكريز الانتستاينال جلوكوز ابزوربشن، هيقلل امتصاص الجلوكوز اللي احنا بناخده. يبقى الجلوكوز هيتراكم فين؟ في الانتستين. طب تراكم الجلوكوز في الانتستين ده ما يعمليش مشكله، يعمل 60 مشكله، ده فيرمنتيشن والجلوكوز ده ميديا للانفكشن وللبكتيريا اللي اصلا موجودان بها الكولن والانتستين. فبالتالي هذا العيان لايبل جدا للنوزيا والانوريكسيا والابدومينال ديسكمفورت والدايريا ابدومينال بين. القصه دي في بعض الناس بتخليهم فعلا ما يقدروش يستخدموا الدواء ده، وبضطر ان انا شفت على دواء تاني. وفي بعض الناس اعرف اتجنبها ازاي. اولا هي ممكن تبقى ترانزيانت، تحصل في الاول وبعد كده الجسم يتعود عليها، او ممكن انا ابدا بدوز صغيره وتبقى مع الاكل. يبقى الطبيعي ان انا هبدا بدوز صغيره ومع الاكل، لو فضل العيان في الاستخدام بتاعها مش متحملها مضطر اشفت على حاجه تانيه. طيب الحته التانيه المهمه جدا ان هو نوت كوز هايبوجلايسيميا اوف جيفن الون، لو اتاخد لوحده. طب ليه انت قلتي الكلمه دي؟ فاكره لما قلت لك ان انا ممكن اخد كومباينيشن بس ما اخدش اتنين سكريت اجوج مع بعض؟ ما انا ممكن اخد واحد سكريت اجوج وواحد سنسيتايزر، في الحاله دي ممكن تحصل هايبوجلايسيميا من الكومباينيشن بس مش من الميتفورمين، من السكريت اجوج اللي انت حاطه. يبقى عشان كده بقول لك نوت كوز هايبوجلايسيميا اف جيفن الون، بمعنى انه لو اتاخد مع حاجه تانيه ممكن يعمل هايبوجلايسيميا بس مش بتاعته، بتاعت اللي معاه. طب هو ليه مش بيعمل لي هايبوجلايسيميا؟ ها ركز ركز ركز، ليه مش بيعمل لي هايبوجلايسيميا؟ لانه مفيش ريليز للانسولين، هو مش انسولين سكريت اجوج. انا قلت لك وانت مغمض كل اللي بيعمل انسولين سكريت اجوج بالذات لو جلوكوز اندبندنت هيعمل لي هايبوجلايسيميا، ده مش بيعمل اصلا انسولين سكريت اجوج، فبالتالي ما معهوش هايبوجلايسيميا. طيب ايه هي بقى الادفيرس افكت الثانيه؟ لاكتيك اسيدوزس. في الميكانيزم اوف اكشن بتاع الميتفورمين احنا قلنا اربع حاجات مهمين، اتنين بيزودهم واتنين بيقللهم. جزء من اليوتيلايزيشن اوف جلوكوز احنا قلنا بيزود الابتيك واليوتيلايزيشن اوف جلوكوز. جزء من اليوتيلايزيشن اوف جلوكوز من استخدام الجلوكوز في الماسل واستخدامه في الجسم كله بس بالذات في السكليت الماسل. انا عندي حرق الجلوكوز حاجه من الاثنين، ايروبيك او انيروبيك، زي ما خدته في البايو، يحرقوا في وجود الاكسجين يحرقوا في عدم وجود الاكسجين. الايروبيك اللي هو في وجود الاكسجين ده الافضل، لان كمان بيطلع لي كميه اي تي بي كبيره وحلو جدا. الانيروبيك بيطلع لي كميه صغيره ومفروض انه فتره صغيره وبيطلع كميه كبيره جدا من اللاكتيك اسيد. طيب يبقى عشان هو بقى استيميوليت الانيروبيك جلايكوليسيس، يبقى علشان هو بيشتغل بالانيروبيك جلايكوليسيس بيزود حرق الجلوكوز. دي برضو على فكره احد المميزات، هي صحيح بتنتج منها عيب لكن هي ميزه ان هو بيزود حرق الجلوكوز بكل الطرق الممكنه، ما منها حتى الانيروبيك في السكيتال ماسل، ولكن ينتج عنها كميه من اللاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد بيتخلص منه ازاي؟ بيتخلص منه في الليفر، بيترمي في الليفر. فبالتالي لو العيان سليم والليفر سليم هيتفرز الليفر هيخلصني منه وما عنديش مشكله خالص. تظهر المشكله لو العيان رينال امبيرمنت، لان اصلا اوريدي عيان الرينال بيبقى عنده اسيدوزس.
وهتحط له كمان لاكتيك اسيدوزس، ده هيبقى متدهول ب 60 نيله. طيب يبقى قلنا عشان الميتفورمين بيحصل بينهانس حرق الجلوكوز بكل الطرق ومنها الانيروبيك اوكسيديشن للجلوكوز، فهيتراكم اللاكتيك اسيد. ما عنديش مشكله طول ما ما عندي كدني وليفر سلام بيتخلصوا لي من اللاكتيك اسيد. تظهر هنا المشكله امتى؟ لو في رينال امبيرمنت يبقى خلاص هيتراكم اللاكتيك اسيد، لو في هيباتيك امبيرمنت لان المفروض ان الليفر اكسكريت الاكسس، وبالتالي لو في عندي هيباتيك امبيرمنت مش هيحصل افراز اللاكتيك اسيد، او لو كان اولد ايج ممكن تبقى لايبل جدا ان يحصل عنده القصه دي. وما تنساش ان كمان الرينال امبيرمنت عشان هو توتالي رينال اكسكريشن، تيك كير من هذا الموضوع. طيب دي حته مهمه جدا برضو عايزه اقول لك حاجه. زمان زمان لو انت جيت مثلا من سنتين ثلاثه كده كانت الابحاث كلها بتقول ان ده مش مؤكد، علاقه الميتفورمين بالبي 12 ده مش مؤكد. دلوقتي الجايد لاينز الجديده بتقول وانس هتدي ميتفورمين ادي بي 12 لانه فعلا بيأثر على الابزوربشن بتاع البي 12. البروبر ميكانيزم ما هياش معروفه قوي لحد النهارده، ما تعرفتش الميكانيزم دي ازاي، بس اللي ريبورتد ان هو بيقلل حاجه اسمها كالسيوم ديبندنت بي 12 كومبلكس ابزوربشن. يعني المفروض ان البي 12 بيعمل مع الكالسيوم كومبلكس كده وابزوربد، الميتفورمين بيأثر على هذا الابزوربشن كالسيوم ديبندنت. وعشان كده بقول لك ان انا لو اديت كالسيوم في هذا العيان ممكن اتجنب هذه القصه، يعني زياده الكالسيوم ممكن يقلل التاثير على البي 12. لكن اللي ما تنساهوش خالص ان الميتفورمين لو انت خديته لعيان فتره طويله الكورونيك يوز هيؤدي الى ديكريز في البي 12، وده روتين دلوقتي جايد لاينز بتقول ادي الميتفورمين وادي معاه بي 12. طيب ده الميتفورمين اللي هو السيدوفاج اهو او الجلوكوفاج، الاثنين باسم ده، وفي تركيزات منه كتير، في 500 وفي اعتقد 850 وفي 1000 كمان. 1000 ده قوي جدا على فكره. طيب ده سؤال شهير جدا 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 جدا، قلنا شورت اسي وقلنا يجي في الام سي كيو. ايه هو الاختلافات اللي ما بين الميتفورمين والسلفينايل يوريا؟ ايه الفرق اللي ما بين الميتفورمين وما بين السلفينايل يوريا؟ طيب كده احنا من غير ما نبص خلينا نقول كده، رقم واحد المجموعه، ده سكريتاجوج وده سنسيتايزر. طيب ماشي اوكي، هينتج عنه ان ما عنديش هايبوجلايسيميا هنا لانه ده بيشتغل على السنستريتي وما بيزودش الانسولين ريليز، صح اوكي. رقم اتنين مش هيعمل ويت جين لانه مش بيزود الانسولين ريليز، بالعكس ده في هنا ايفيدنس للويت لوس بايه؟ بديكريز الجلوكوز ابزوربشن. تعال نبص اهي، اول واحده اهي مفيش ويت جين، ايو جلايسيميك نوت هايبوجلايسيميك لانه ملوش علاقه بالانسولين سكريشن. طيب تعالى كده كمان، كنا بنقول ان هو ملوش دراج انتر اكشن، الدراج انتر اكشن ده ملوش ليه؟ عشان ملوش بلازما بروتين باوندنج عالي زي السلفينايل يوريا، وعشان توتالي رينال اكسكريشن اهو اهو ساتش اليمينيشن توتالي رينال اكسكريشن، ده عشان كده ما يدينيش هيباتيك لايبيليتي للاندكشن والانهبيشن، عشان كده انا ما قلتش دراج انتر اكشن. نوت ديبندنج اون فانكشن بيتا سيل اوف بنكرياس، ليه؟ لان هو ملوش دعوه بالانسولين ريليز، مش هايبوجلايسيميك. انت لو ركزت في الخمسه دول هتلاقيك اوريدي اصلا عارفهم وحفظتهم من السلايدز السابقه ان شاء الله. ده ملخص كده للاكشن بتاعه البايكوانايدز. ده الكونترا اندكيشن بتاعها طبعا تايب 1 احنا اتفقنا. بس عايز اقول لك حاجه بقى كويس ان السلايد دي جت، فاكر لما كنت بقول لك ان تايب 1 هو الانسولين وان المجموعه دي ما بتتاخدش في تايب 1 ما عدا بعض الاستثناءات؟ الميتفورمين من الاستثناءات بتاعتها لانه ملوش دعوه بالانسولين ريليز، بيسيب البنكرياس خالص، ماليش دعوه، ما يروح التايب 1 ده اصلا ما فيهوش بنكرياس شغال، لكن هيروح على الريسبتور وهينهانس الانسولين اللي انت بتديه، يبقى ده واحد من الحاجات اللي ممكن نستخدمها. طيب المجموعه اللي بعد كده السيازو لدانديونز او اللي بنسميها الجليتازونز، لان هذه المجموعه كلها المقطع فيها هيبقى جليتازونز سيازو لدانديونز. المجموعه اللي بعد كده ان شاء الله في الانسولين سنسيتايزر، احنا دلوقتي بنتكلم في الانسولين سنسيتايزر مجموعات تانية، وقلنا اخدنا فيها البايكوانايتس اول حاجه الميتفورمين، والمجموعه التانية اللي هي السيازو لدانديونز او الجليتازونز. السيازولاندايونز او الجليتازونز دي كان فيها ثلاث ادويه، كان فيها البايوجليتازون، وفي ناس بتقول بيوجليتازون، بيوجليتازون او البايوجليتازون، وكان فيها الترو جليتازون، وكان فيها الروزي جليتازون. في حقيقه الامر لم يعد موجود منهم دلوقتي الا البيوجليتازون او البايوجليتازون. ليه؟ وجدوا ان الترو جليتازون ده كان اول واحد نزل، بس وجدوا انه بيعمل هيباتيك توكسيستي جامده جدا فاتشال. حصلوا بعدها بشويه مش قليله الروزي جليتازون، بس كان بيعمل كارديو فاسكولار ادفيرس افكت وهارت فيلير فاتشال، ولم يبقى الا البيو جليتازون. وعلى الرغم من كده دواء الى حد كبير بنفيشال قوي وله وايد
يوزس و او وايد بينيفيشال افكت. اهم حاجه بقى ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعته. بيشتغل بميكانيزم اوف اكشن جميله جدا جميله، لان هي مش هتلاقي ادويه كتير تقابلك في المنهج كده. هيقابلني القصه دي ومش بالتفصيل ومش بالظبط في البلاد ان شاء الله. تعالوا نشوف هي بتشتغل ازاي. الزيازو ريدانديونز بتشتغل مع انترا سيلولار ريسبتور اسمها بيروكسيسوم بيروليفريتور اكتيفيتور ريسبتور جاما. هذه العيله من الريسبتور هي انترا سيلولار نيوكلير ريسبتور كمان، مش بس جوه الخليه. لو تخيلنا ان هي دي الخليه، هي جوه النيوكليس في انهي تيشوز؟ في الانسولين ريسبونسيف تيشو، في الليفر، وفي الاديبوز تيشو، وفي المسل. يبقى هي جوه النيوكليس، الريسبتور ده جوه النيوكليس في هذه الاورجان. السيازو ريدانديونز بيمسك في هذه الريسبتور تسهيلا، بدل ما بنقول اسمها بيروكسوسوم بيروريفريتور اكتيفيتور جاما ريسبتور اكتيفيت او اكتيفيتور ريسبتور جاما، بنسميها البيبار جاما. في منها نوع تاني، في منها في منها بيبار الفا وبيبار بيتا. هيذكر الموضوع ده تاني، البيبار الفا هتيجي في البلد في الهايبر ليبيديميا في دواء اسمه فايبريتس. هذه المجموعة بتشتغل بالبيبار جاما، لان البيبار جاما لها علاقة اكتر بالليبيد والترايجلسرايد ميتابوليزم. لكن هنا البيبار الفا اسفة هي اللي لها علاقة اكتر بالترايجلسرايد والليبيد ميتابوليزم، لكن هنا البيبار جاما هي اللي لها علاقة بالانسولين اكشن والانسولين سنسيتيفيتي. طيب عشان ما نتوهش من بعض، يبقى السيازو ريدانديونز هي مجموعه بتشتغل بميكانيزم جميله جديده. هي عباره عن ايه؟ بتمسك في نيوكليار ريسبتور اسمها البيبار جاما، تعمل لها اكتيفيشن. هذه النيوكليار ريسبتور لما بيحصل لها اكتيفيشن اهي، لما بيخش الدواء ويمسك فيها، بتعمل جين ترانسكريبشن، تبتدي تطلع حاجات. جين ترانسكريبشن يعني تزود التصنيع بعض البروتينز. ايه هي بقى الحاجات اللي بتصنعها او بتزود تصنيعها؟ من الحاجات اللي بتزود تصنيعها مثلا الجلوكوز ابتيك ترانسبورتر 4 اللي بياخد الجلوكوز ويدخله جوه الخليه. من الحاجات برضو اللي بتزود تصنيعها كل الحاجات السكندري للانسولين ميكانيزم، سواء كانت على الجلوكوز او على الليبيد. وبالتالي انهانس السنسيتيفيتي اوف اكشن، بس مش على الريسبتور، على البوست ريسبتور ميكانيزم، على البوست ريسبتور ميكانيزم. ودي ميكانيزم جديده وجميله اول مره نسمعها. يبقى ادي السيازو ريدانديونز اللي اسمها جليتازونز عشان كلها فيها المقطع ده. ادي الميكانيزم اوف اكشن على الانسولين ريسبونسيف تيشو في الليفر وفي الاديبوز تيشو وفي المسل. بتمسك في البيبور جاما اللي هي نيوكليار ريسبتور. هذا النيوكليار ريسبتور يعمل موديفيكيشن اوف جين اكسبريشن اند ترانسكريبشن للفاكتورز اللي بتزود اللايبوجينيسيس وتقلل اللايبوليسيس، والحاجات اللي بتزود الانسولين سنسيتيفيتي بالبوست ريسبتور ميكانيزم. اهي بايند سبيسيفيك نيوكليار ريسبتور اللي اسمها الاختصار بيبور جاما في الانسولين سنسيتيف تيشو اللي احنا عرفناهم خلاص، واكتيفيت الجين اكسبريشن فور سينسز اوف سيلولار مولكيولز امبورتنت فور انسولين سيجنالينج ان فات سينسز اند كاربوهيدرات ميتابوليزم، ريزلت ان انكريز الانسولين سنسيتيفيتي، ينتج عنها ان الهايبر جلاسيميا والانسولين ريزيستنس والاتش بي اي 1 سي امبروفد وتتحسن خالص. ودي اهي الميكانيزم اوف اكشن. من الحاجات اللي بتعملها ترانسكريبشن وتزودها الجلوكوز ابتيك ترانسبورتر 4 وتزود الابتيك اوف جلوكوز وبتزود بقيه البوست ريسبتور ميكانيزم بتاعت الانسولين. دي رسمه ثانيه برضو بتوضح الاديبوز تيشو بيبار جاما ريسبتور الموجود عليها والاكشن اللي بيطلع من الجليتازونز عليها. وكان بيستخدم في ايه او بيستخدم في ايه البيوكليتازون ده؟ بيستخدم كمونو سيرابي لوحده، وفي ناس ماشي عليه كويس جدا بيزود الانسولين سنسيتيفيتي، او ان كومباينيشن وذ سلفينايل يوريا اند ميتفورمين. ايه كومباينيشن وذ ايه؟ خلي بالك انا ممكن ادي اتنين سنسيتايزر مع بعض، لكن ما تديش ابدا اتنين سكريت اجوج مع بعض، عشان كده بجهد البنكرياس. فممكن يستخدم كمونو سيرابي او كومباينيشن مع السلفينايل يوريا والميتفورمين. كمان بقى ده استخدام غريب في البي سي او، يبقى ما تنساش احنا استخدمنا كلهم في التايب 2 دايابيتس، ولكن الانسولين سنسيتايزر احيانا ممكن استخدمها على استحياء كده في تايب 1 دايابيتس. المهم بقى جدا الاكشنز الغريبه اللي هو البوليسيستيك اوفري، خدنا معاها الميتفورمين والبايوجليتازون، خدنا السنترال او الكرينيال دايابيتس انسيبيتوس مع الكلوروبراماميد من عيله السلفينايل يوريا. الحاجات دي الاستثناءات، هي سايت لكوتشن سواء كان اورال او ام سي كيو.
طيب الادفيرس افكت، احنا لسه قايلين العيله دي كان فيها اتنين تانيين، كان فيها تلاتة ممبر وما فضلش منهم بس غير البيوكليتازون. كان عندنا ترو جليتازون ولكن اتشال عشان الهيباتوكسيستي، اوبسيدين خلاص ما عادش موجود، والروزي جليتازون اتشال عشان كاردياك افكشن او هارت فيلير. من بقيه الادفيرس افكت اللي ممكن يعملها ان البيوكليتازون انكريز الهيباتيك انزيمز، وانا عامله عليها استريكس كده عشان هتعرف ليه، ممكن يزود الهيباتيك انزيمز كبارت من استيميليشن للبيبار. البيبار ده بيزود الجين ترانسكريبشن، فممكن كبارت من الميكانيزم بتاعته انكريز الهيباتيك ترانسكريبشن للجين بتاع الهيباتيك انزيمز، which is burden على الليفر. وحقيقة الامر فعلا لازم تفولو اب العيان اللي بياخد بايوجليتازون كل فتره تشيك على الليفر فانكشن، ده ضروري 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 ضروري. من الادفيرس افكتس كمان اللي ممكن يعملها انكريز البادي ويت. الله لا ثانيه واحده كده، ده انت بتقول لي هو ما بيعملش هايبوجلايسيميا لانه مش انكريز الانسولين سكريشن، طب امال ازاي هيزود البادي ويت؟ للاسف بارت من الميكانيزم بتاعته على البيبار جاما والبيبار الفا، هو من اللي بيبار جاما بس احيانا، احيانا احنا قلنا السنسيتي على ريسبتورز مش 100%، فاحيانا يبقى له افكت كده على البيبار جاما اسف البيبار الفا، هو من اللي بيبار جاما يقوم عامل ايه؟ يزود اللايبوجينيسيز، يزود اللايبوجينيسيز كجزء من الانهانسمنت للليبيد ميتابوليزم، ممكن يزود اللايبوجينيسيز. فعلا ريبورتد في بعض الناس ان في خلال 3 شهور من استخدامه ممكن يزود الوزن 3 ل 4 كيلو، وده رقم مش قليل. كمان حاجة تانية بيزود بيها الويت جين، انا حطاها هنا ليه باللون مختلف، لان الويت جين هنا سببها مش زيادة في الانسولين ولا الانابوليك افكت بتاع الانسولين، ده سببها انهانسد الفات افكت او اللايبوجينيسيس. كمان رقم خمسة دي جزء منها سبب الرقم أربعة اللي هي فلويد ريتنشن مي ليد تو اديما اند انيميا، والانيميا اللي موجوده دايليوشنال انيميا يعني الاربسيز ما بتقلش ولكن العدد بتاعها في الحته اللي بيقيسوها بيقل عشان الاديما دايليوشنال انيميا. هو بيعمل بقى فلويد ريتنشن واديما ليه؟ مش معروف السبب الاساسي بتاعها، مش معروف هل له علاقه بالبيبر ريسبتورز، ممكن، لكن هو ريبورتد فعلا انه بيعمل اديما وفلويد ريتنشن، وقد يكون ده سبب من اسباب انكريز البودي ويت مع استخدام البيوجليتازون. الحاجه اللي تاخد بالك منها بقى رقم ستة، انه لو اتاخد مع الكونتراسبتيف بيلز اهو ادي الاستركس هنا اهي بقى، نتيجه لانكريز الهيباتيك انزيمز ممكن يؤدي الى ديكريز الافكت بتاع الاورال كونتراسبشن وديكريز البلازما كونسنتريشن اوف استروجين كونتراسبشن وجيت بريجننت والعيانه تحمل او يحصل لها حمل. عشان كده ده حاجه لازم تاخد بالك منها كويس جدا 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 كدكتور وانت بتسال على العيان بياخد ايه او العيانه طبعا بتاخد دراجز ايه، عشان لما اجي انا اديها البيوجليتازون وهي بتاخد اورال كونتراسبشن تكير 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 تكير، يا تزود الدوز بتاعت الكونتراسبشن يا تدور على حاجه تانية احسن لك واحسن لها. طيب المجموعه اللي بعد كده بقى اللي هي مجموعه الاذرز، فاكرين احنا كان عندنا انسولين سكريتا جوب كان فيهم الاربعه الكبار السلفونيليوريا الميجليتينايدز الدي بي بي 4 والجي ال بي 1 انالوجز. نزلنا بعد كده على الانسولين سنسيتايزر، اتكلمنا على البايجوانايدز واتكلمنا على تروجليتازونز او البيوجليتازون. المجموعه الثالثه اللي لمينا فيها ثلاث ادويه سميناها اذر انتي دايابيتيك دراجز، وطبعا الاسم اورال ده مش صحيح، هو المفروض انها اذر انتي دايابيتيك دراجز. اول واحد في هذه المجموعه الالفا جلوكوزيديز انهبيتور، الالفا جلوكوزيديز انهبيتور. العيله اللي بعد كده ميكانيزم اوف اكشن بتاعها ضعيف ولكنها موجوده وموجود في منها في السوق دراج اللي هو الاكربوز ده، هي عباره عن الفا جلوكوزيديز انهبيتورز. هذه المجموعه اسمها كده الفا جلوكوزيديز انهبيتور او انتستاينال انزيم انهبيتورز، اسمها كده واسمها كده الاثنين صح. فيها اثنين ممبرز الاكربوز والميجليتول، انا عارفه يعني لحد كبير اسوا حاجه بتضايقنا في الفارما هي الاسامي، بس الاسامي دي هتيجي ان شاء الله مره في مره بالمذاكره ومره واثنين وثلاثه. المهم يبقى الاذر انتي دايابيتيك دراجز اول واحد فيها الالفا جلوكوزيديز انهبيتور او انتستاينال انزيم انهبيتور، وفيها اثنين ممبر الاكربوز والميجليتول. الاكربوز والميجليتول ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعتها؟ الميكانيزم اوف اكشن بتاعتها في عندي على البراش بوردر بتاعه السمول انتستين انزيم كده اسمه الالفا جلوكوزيديز انزيم، لو خد صوره تكبيريه شويه ادي البراش بوردر اهي عليها انزيم اسمه الفا جلوكوزيديز انزيم. ايه بقى الفانكشن بتاع الالفا جلوكوزيديز انزيم؟ الالفا جلوكوزيديز انزيم ده
هو الفانكشن بتاعه انه يكسر الداي ساكرايد والبولي ساكرايد اللي هي السكريات الكبيره، يحولها الى مونو ساكرايد عشان تعرف تمتص. ما هو الجسم ما بيمتصش الاكل اللي انت بتاكله، ستارش كارب نشا عيش، ده لازم يتكسر في الاخر عشان تحولي لفورم اعرف امتصه. انا مش همتصه هو بولي ساكرايدز كده او داي ساكرايدز على بعضها، فلازم اكسره وامتصه كجلوكوز. فاللي بيعمل هذا الموضوع على الانتستاينال براش بوردر الفا جلوكوزيديز انزيم. وبالتالي لما اعمل انهيبيشن على الالفا جلوكوزايتيز يبقى انا مش هعرف اكسر الستارش والبولي ساكرايدز، وهتفضل بكميات كبيره او باحجام كبيره مش هتعرف تمتص. يبقى هو مين اللي بيقلل امتصاص هذه الداي ساكرايدز؟ طيب خلي بالك كده، فاكر هو واخد كده حته من الميكانيزم بتاعت ايه؟ الميكانيزم بتاع الميتفورمين ديكريز الابزوربشن اوف جلوكوز، فاكر الحته دي؟ يبقى هيشترك معاه في الادفيرس افكت اللي هي جي اي تي ابسيتس. يبقى هيبقى معاه جي اي تي ديستربنس وبين ودايريا وديسكمفورت. ايوه صح، ولكن للاسف كمان انه مش بياخد منه جزء من الاكشن، لان الاكشن بتاعه ضعيف جدا مقارنه بالميتفورمين، مقارنه بالميتفورمين ضعيف جدا. فهو بياخد بس جزء من الادفيرس افكت، ولكن طبعا الاكشن ضعيف عن الميتفورمين كتير. ادي الميكانيزم اوف اكشن ريفرسابل انهبيت الالفا جلوكوزيديز ان ستاينال براش بوردر ليدنج تو ديكريز ابزوربشن اوف كربوهيدرات، وبالتالي ديكريز بوست برانديال. طبعا طالما ان هو بيعتمد على وجود فود يبقى مينلي فور بوست برانديال هايبر جلايسيميا. فاكر مين اللي كان مينلي فور بوست برانديال هايبر جلايسيميا؟ الناتجلوتينيد والريباجلوتينيد اللي هو مجموعه الميجلوتينيد. صح، برافو عليك. Unlike other oral antidiabetic drugs, these drugs don't stimulate the insulin release or enhance the insulin action. عشان كده هم ضعاف جدا، ما بيعملوش هايبوجلايسيميا، وكمان هم للأسف weak جدا جدا جدا. طبعا استخدامهم ده ثيوريتيكال كده. زمان كانوا بيقولوا ان ممكن لو العيان لسه مكتشف ان هو دايابيتك جديد، فممكن مع اللايف ستايل ان انا اديهوله هيقلل شويه امتصاص الجلوكوز، ولكن هو لوحده طبعا ملوش اي افكت، ومينلي بيستخدم ان كومباينيشن، مينلي ان كومباينيشن. طبعا الادفيرس افكت بتاعته ايه؟ ركز ركز كده، احنا قلناها. طبعا قلناها، الابدومينال بين والفلاكتولنس والدايريه، وكل ده ناتج من ايه؟ ديكريز امتصاص الجلوكوز. الكونترا اندكيشن ما يتاخدش في ايه؟ في الكرونيك جاسترو انتستاينال ديس اوردرز، لو حد عنده كرونز ديزيز، لو حد عنده ألسراتيف كولايتس، لو كان عنده كولايتس باي طريقه من الطرق، لو حد عنده بنكرياتايتس، تراكم السكر في الجي اي تي ده مشكله كبيره جدا، او لو حد عنده هيباتايتس. طيب احنا قلنا المجموعه دي فيها اذرز وفيها ثلاث مجموعات، رقم واحد الالفا جلوكوزيديز انهبيتور، رقم اتنين مجموعه جديده وحلوه جدا ولها نتائج بيوند الميكانيزم بتاعتها كمان، يعني رائعه في حاجات كتير قوي. المجموعه دي هي الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 انهبيتور. هو انتوا ما عندكوش الا اسامي كبيره كده؟ ده عشان كده بنريحك ونعمل لك اختصارات، اس جي ال تي 2 انهبيتور. يبقى اسمها صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 انهبيتور، او الاسهل الاسم الاسهل الاس جي ال تي 2 انهبيتورز. طيب ايه اللي نعرفه بقى عن مجموعه الاس جي ال تي 2 انهبيتور؟ بتشتغل ازاي هذه المجموعه؟ تعال نبص على الرسمه دي كده الاول. المفروض ان عندي الجلوكوز لما بيجي يتفلتر من الكلى بقى اهو بيحصل له فلتريشن، عندي في حاجه اسمها الاس 1 سيجمنت في البروكسيمال كونفيجيتد تيوبيول، وعندي الاس 2 سيجمنت. في الاس 1 والاس 2 بيحصل جلوكوز ري ابزوربشن، بيتسحب تاني الجلوكوز من الاس 1 والاس 2 سيجمنت. ماينوريتي ري ابزوربشن بيحصل من الاس 2 والاس 3 سيجمنت، والميجوريتي بيحصل من الاس 1 سيجمنت. ايا كان، يبقى الجلوكوز بيتفلتر في الجلوميرال فلتريشن ريت، يرجع يحصل له ري ابزوربشن في الاس 1 والاس 2 سيجمنت. طيب وجدوا ان في ترانسبورتر هنا هو ده اللي بيعمل له ري ابزوربشن، صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر. يعني ايه؟ يعني بيسحب ويدخل الجسم تاني، ده البلد بقى يسحب من اليورين ويدخل الجسم تاني الصوديوم والجلوكوز مع بعض، عشان كده بيرجع يمتص نسبة كبيرة جدا 90% من الجلوكوز اللي هيتفلتر. 90% من الجلوكوز اللي بيتفلتر بيمتص تاني في هذه المنطقة. طيب ويخش الدم. فهذه المجموعة فكرت ان انا لو عملت انهيبيشن لهذا الكو ترانسبورتر اللي هو الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2، لو عملت عليه انهيبيشن ووقفته ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا همنع امتصاص الجلوكوز والصوديوم ويترموا في اليورين 90%. حاجة حلوة قوي.
مش بس كمان خلصتني من جلوكوز اسمه صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر، دي كمان خلصتني من الصوديوم. والعيان الدايبيتك في الغالب بيبقى هايبر تنس، بيبقى عنده الصوديوم عادي. ادي رسمه تانية برضو توضيحيه اهو للاكشن. ادي الكيدني، ده الفلتريت اللي نازل فيها، خد بقى سيكشن كبير كده. ادي الافرنت والافرنت، والجلوكوز بيتفلتر يجي على الحته بتاعه الاس 1 والاس 2 سيجمنت. ده اسمه جورجيانس، ده اسم الدواء، وفي منه اسامي تانية كتير هنشوفها برضو. الاس جي ال تي 2 اهو عند البروكسيمال كونفيليتد تيوبولز، ده اللي بيحصل الري ابزوربشن عن طريق هذا الترانسبورتر، يحصل ري ابزوربشن لمعظم الجلوكوز اللي موجود في البروكسيمال كونفيليتد تيوبول. لا يا عم انا هعمل له انهبيشن، هيقوم الجلوكوز ماشي 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 ماشي، انكريز الاكسكريشن اوف يورينري جلوكوز. طب تعالى بقى ركز معايا لحظه كده، ممكن نطلع عليها حاجات كتيره جدا. تطلع من على هذه الرسمه بنفيت فقد الايه الصوديوم، ده حلو قوي، يبقى ممكن هتبقى حلوه ولها بنفيشال افكت على الكارديو فاسكولار افكت، حلوه هتنفع في التايب 2 والتايب 1 كمان، لانها ملهاش علاقه خالص بالانسولين والبنكرياس، وسابت كل القصه والليله والعبوا انتوا على الريسبتور زي ما انتوا عايزين، وهي خدت الجلوكوز ورمته في اليورين. يبقى هي تنفع في تايب 1 وتنفع في تايب 2. فيها مشكله زياده الجلوكوز في اليورين، ده احنا قلنا زياده الجلوكوز في الانتستين كان بيعمل لي ميديا فور انفكشن وزود الانفكشن، زياده الجلوكوز في اليورين برضه هيعمل لي ميديا فور انفكشن ويزود الالتهابات في اليورين بصوين. هذه المجموعه اهي الاس جي ال تي 2 انهبيتورز، فيها مين؟ فيها الكانابلوفلوزين والدابجلوفلوزين والانفاجلوفلوزين، جورجيانس والفاركسيجا والانفوكانا، والثلاثه موجودين وموجودين في مصر وبيستخدموا بقى لهم سنتين تقريبا. وهم جود سيفتي بروفايل اهي. الميزه اللي فيهم ان هم بيستخدموا في تايب 1 وفي تايب 2 لان الميكانيزم بتاعهم مينلي على الجلوكوز اهي، نوت انسولين ديبندنت. خلي بالك كمان اهي من البنفيت بتاعتهم ان هو بيقللوا الويت عن طريق فقد الجلوكوز اللي في الجسم. نفس الميكانيزم اللي كان فيها، نفس الفكره ان لما قللت امتصاص الجلوكوز الميتفورمين كان بيخسس، نفس الفكره برضو بيقولوا ان ممكن تعمل ويت ريدكشن وان كان مش بروف 100% عن طريق فقدان الجلوكوز في البول، وبتقلل البلاد بريشر عن طريق انها قللت الصوديوم، قللت امتصاص الصوديوم كمان. انكريز الجينيتال مايكوتيك انفكشن، مركز من ايه؟ الحته تحت الجينيتال جنب اليورينري باس واي، وبالتالي انكريز الشوجر ممكن يزود ايه الجروس بتاع البكتيريا. كانوت بي يوزد ويز الله طبعا ويز ريديوست جلوميرال فلتريشن ريت، ان الميكانيزم بتاعتها بيعتمد على وجود فانكشننج كدني والجلوميرال فلتريشن ريت بتاعها كويس، عشان كده هتجيب لي جلوكوز كويس، وبالتالي الهايبر كاليميا ورينال انسفشنسي هايبوتنشن ممكن ريبورتد معاها ان هم يحصلوا. ثالث مجموعه واخر مجموعه في مجموعه الاذرز هي الاميلين انالوجز، الاميلين انالوجز او البراميلنتيد او برامينتايد، برامينتيد او برامينتايد، ده اميلين انالوج، ده اميلين انالوج. فاكرين الاميلين كده احنا قلنا ايه؟ احنا كنا بنقول الاميلين ده بيتفرز من البيتا سيل وبنكرياس مع الانسولين، اهو هو هرمون كوسكريتد من البيتا سيل مع البنكرياس. كان بيعمل ايه؟ كان بيقلل الجلوكاجون سكريشن، وكان بيزود الانسولين سكريشن، وكان بيديلي الجاستريك امتي، انهبت الدايجستيف انزيمز، وانهانس الساتايتي. ارجع كده لاول محاضره واول سلايد خالص، السيلز اوف بنكرياس. وادي البراميلنتيد وبرده من الميكانيزم بتاعته، ينفع في تايب 1 وينفع في تايب 2، وبيتاخد بالانجكشن، وبيتاخد بالانجكشن. ده ملخص لمعظم الحاجات اللي خدناها. ادي الالفا جلوكوزيديز انهبيتور ابشال على البريس بوردر بتاعه البنكري بتاع الانتستين، وكان يتبع مجموعه الاذرز. الانسولين سكريتا جوجز اللي هي كان منها الدي بي بي 4 انهبيتورز والانكريتين باس واي، وكان معاها السلفينايل يوريا، الميتفورمين والسيازوليدانديونز اللي كانوا بيعملوا انهانسمنت للسنسيتيفيتي على الانسولين ريسبونسيف تيشو. وما تنساش عايزك تركز قوي مين فيهم اللي بيحصل معاه هايبوجلايسيميا ومين اللي ما بيحصلش معاه هايبوجلايسيميا. السلفينايل يوريا كان بيحصل معاها هايبوجلايسيميا عشان هي بتزود الانسولين، الميجلوتينايدز كان بيحصل معاها هايبوجلايسيميا عشان بتزود الانسولين ريليز، ما عدا النتجلوتينايد عشان هو ما بيشتغلش في النورموجلايسيميا. الدي بي بي 4 والجي ال بي 1 جلوكوز ديبندنت، ما فيش معاها هايبوجلايسيميا لانها بتعتمد على الليفل بتاع الجلوكوز في الدم.
بعد كده البايجوانايت والبيوجليتازون الاثنين سنسيتايزر، عشان كده ما معهمش هايبوجلايسيميا. الالفا جلوكوزيديز معهوش هايبوجلايسيميا، ده بيشتغل على الابزوربشن اوف جلوكوز. الاس جي ال تي 2 معهاش هايبوجلايسيميا. الامايلين بقى ممكن يبقى معاه شويه هايبوجلايسيميا علشان انه بيشتغل على انكريز ريليز اوف انسولين، وان كان ويك جدا ومعتمد اكتر حاجه على وجود الانسولين. ان شاء الله باذن الله نتقابل تاني على خير في الكليه في محاضراتنا، وكده يبقى خلصنا الدايبيتس بالتوفيق باذن الله. Thank you.